نشر العميد محمد سمير المتحدث العسكري صورة الانفجار الذي لحق بمخزن المواد المتفجرة في منطقة حق الحصان بالشيخ زويد بعد استهداف قوات الجيش له في ساعة مبكرة من صباح اليوم. ويشار إلى أن هذه الصورة التي نشرها المتحدث العسكري تم التقاطها بمعرفة مروحة أباتشي هجومية تابعة للقوات المسلحة خلال تنفيذها الضربة المركزة ضد البؤر والأهداف الإرهابية جنوب الشيخ زويد. تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 17 إخوانيا في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال الإرهابية. وأسفرت نتائج الجهود الأمنية عن ضبط 3 من أعضاء تلك الجماعة، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال تنفيذ حملات مكثفة على العناصر في مستوى بعض المحافظات من ضبط 23 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة. فرقت أجهزة الأمن بالغربية اليوم 4 مسيرات وسلاسل بشرية نظمتها العشرات من أنصار الرئيس المعزول من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان. وأكد مصدر أمني أن قوات الشرطة نجحت في ضبط 5 من الإخوان وبحوزتهم شماريخ وألعاب نارية وصور للرئيس المعزول ومنشورات معادية للنظام الحالي. وانتشرت السلاسل على الطرق الفرعية الواصلة بين مراكز طنطا وكفر الزيات والصنطة زفتة والمحلة سمنود وباستيون كفر الزيات. ودفعت الشرطة بعدد من المدرعات والدوريات وتشكيلات الأمن المركزي لمطاردة وضبط العناصر الإخوانية. تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمتجر كبير في منطقة المعادي غرب الأسكندرية. وانتقلت قوات الحماية المدنية وأطفأت الحريق عقب إخراج المواطنين والعاملين منها. وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق نتيجة تصاعد الدخان. تمكنت وحدة مكافحة مخدرات فاقوس اليوم برئاسة السيد الرائد أسامة العطار رئيس مكتب مخدرات فاقوس، وذلك بعد إذن مسبق من النيابة، من ضبط المدعو عيد سليمان سلمان البالغ من العمر 23 عاما دائرة مركز الحسينية، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته عدد 2 لفافة شفافة متوسطة الحجم بداخلها مخدر الهيروين تزن 1 كيلوغرام تقريبا و6 كيلو تقريبا من نبات البنجو. وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات بمركز شرطة فاقوس وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم. جريمة قتل مأساوية دارت أحداثها داخل شقة بمدينة القاهرة الجديدة، راح ضحيتها طفلان شقيقان على يد ابن خالتهما الجزار الذي ذبحهما ثم استولى على مبلغ 500 جنيه وفر هاربا. وكشفت التحريات أن المتهم كان قد قرر قتل خالته وسرقتها، إلا أنه في اليوم الذي شرع فيه في قتلها لم يعثر عليها بالمنزل فقرر قتل الطفلين، حيث أوهمهما باللعب معه ثم قيدهما بالحبال وذبحهما داخل غرفتهما في الوقت الذي عادت فيه خالته ليؤكد لها أن الطفلين يلعبان في الشارع، فطلبت منه إحضارهما ليفر هاربا عقب ذلك لتعثر والدة المجني عليهما على الجثتين. وفور إبلاغ رجال المباحث تم إعداد عدة أكمنة للمتهم والقبض عليه وحرر محضر بالواقعة وباشرت نيابة التحقيق. تداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للتلوث البترولي بالبحر الأحمر الذي أكد مصدر بمحميات البحر الأحمر أن مساحته تعدت 6 كيلومترات من جزيرة أم قمر شمال الغردقة حتى شرق جزيرة الجفتون. وأكد المصدر أنهم قاموا بسحب عينة بصمة من التلوث وتم إرسالها لمعامل وزارة البيئة لمعرفة مصدر التلوث البيئي. في الساعات الأولى من الصباح فوجئ رواد مدينة سفاجة المطلة على ساحل البحر الأحمر بكميات كبيرة من البطيخ والطماطم والبرتقال تكسو الشواطئ بعدما جرفتها مياه البحر. هذه الخضروات والفاكهة لم تكن سوى محتويات عبارة طابة الغارقة منذ أيام أمام ميناء سفاجة البحري، بينما تقف قاطرات بضائعها فوق المياه بعدما أفرغت حمولتها بالكامل وأصبحت خاوية.
أحد الأطفال لم يترك هذا المنظر دون أن ينقل ما تيسر له من بطيخ وبرتقال في سلة صغيرة أحضرها لهذا الغرض، بينما تناثرت حبات الطماطم بطول الشاطئ. وأفاد شهود عيان بأن قوات حرس الحدود التابعة للجيش في المنطقة منعت المواطنين من الاقتراب منها لحين صدور تعليمات البت في أمرها. يأتي ذلك بعدما نظم العشرات من أصحاب الشاحنات الغارقة ومصدر البضائع التي كانت متواجدة على متن السفينة وقفة احتجاجية أمام بوابات ميناء سفاجة للمطالبة بصرف التعويضات لهم عن غرق شاحناتهم والخسائر المالية التي لحقت بهم. مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. فجر أمس توفي الفنان الكبير سامي العدل، ومع الصباح تلقينا نبأ آخر بوفاة الفنان العالمي عمر الشريف. وبالتأكيد الأحزان ليست فنية فقط، لا، هتلاقوا أنه يعني كل ما يتعلق بالفن هو يتعلق بالمجتمع كله. لكن خلونا نتكلم فيما يتعلق بالفنان العالمي عمر الشريف تحديدا، لأنه مع عمر الشريف تحديدا يعني يشعر البعض بأنه كان يجب أن نهتم به أكثر، كان يجب أن نهتم به بشكل أكبر. يعني فوجئت بأنه حتى لم يحصل على أي جائزة من جوائز الدولة، وهو الذي رفع اسم مصر عاليا، بالإضافة كمان انه حالة الجحود اللي اصابت البعض، يعني عدد كبير من الفنانين ومن المحيطين به ربما لم يهتموا بحالته الصحية. دايما بنهتم بالناس اول ما بتموت، لكن لو شفنا ما الذي قدمه عمر الشريف لمصر، يكفي شوفوا كيف اهتمت الصحف العالمية كلها بوفاة الفنان العالمي عمر الشريف، كيف اهتمت به واهتموا بما قدمه من أعمال. وهتلاقوا فيه مقالات متعددة في الصحف العالمية وفي المواقع المختلفة العالمية عن عمر الشريف. يكفي أنه قدم لمصر الاسم الكبير فنان مصري عالمي، والحقيقة أنك تجتاز المحلية لتصل للعالمية ليس سهلا، طريق محفوف بالمتاعب وبالمخاطر، وعايز شغل كتير، وعايز انك تكون موهوب موهبة حقيقية لا يمكن ان تخدع العالم ابدا. بالاضافة الى انه ما قدمه عمر الشريف ايضا من اعمال حظيت باهتمام عالمي في كل دول العالم، كل ده كافي انه قدم الكثير لمصر. أعتقد أنه جنازة عمر الشريف يجب أن تكون جنازة تتمشى وتتناسب مع ما قدمه لمصر. وأنا يعني أطالب بأن الرئيس السيسي نفسه يشارك في هذه الجنازة، وأطالب بأنه مؤسسات الدولة وعدد كبير من المسؤولين يشاركوا في هذه الجنازة، عشان نقول للناس انه وللعالم كله انه الفن من مقومات هوية هذه الامة، وان احنا عانينا من جماعة فاشستية ظلامية استخدمت الدين وحاولت الانقضاض على الفن والثقافة وعلى كل مؤسسات الدولة. فاحنا لا، احنا بنمثل النموذج المدني الحضاري، وعشان كده فنان بحجم عمر الشريف لابد انه تكون جنازته تتمشى وتتناسب مع ما قدمه. وأعتقد بأنه مؤسسة الرئاسة، وأعتقد أنه الرئيس السيسي سيلتفت لذلك كثيرا. هو نفسه حرص على حضور عيد الفن قبل أن يترشح للرئاسة حتى وهو وزير للدفاع، وهو نفسه حرص على الحديث عن قيمة الفنانين، وتحدث عن الفنانة الكبيرة فاتن حمامة تحديدا للتأكيد وللدلالة على أنه مصر أيضا بتواجه الإرهاب وتواجه المخططات بمقوماتها الثقافية والحضارية والفنية.
أدعو أنه الاهتمام بجنازة عمر الشريف بحيث أنها تليق وتتناسب مع ما قدمه. للأسف الشديد أهملناه حيا وأهملناه وهو مريض بيعالج، لكن على الأقل تعالوا نقدم للعالم ونقول للعالم كلها إن احنا بنحتفي بفنانينا ونحتفي برموزنا. احنا اعتدنا للأسف الشديد أن نهيل التراب على كل رموزنا ولا نحتفي بهم ولا نحتفل بهم إلا بعد أن نجد العالم كله يهتم بهم وإلا بعد وفاتهم. أكثر الأصدقاء المقربين من الفنان العالمي عمر الشريف هو الدكتور زاهي حواس، وهو أيضا من القامات العالمية اللي يجب أيضا أن احنا نحتفي ونحتفل بها. لكن في ظل حالة العزاء نتحدث فقط عن عمر الشريف مع الدكتور زاهي حواس. دكتور زاهي أهلا بيك والبقية في حياتك. أهلا أستاذ وائل، بقى لله. أهلا وسهلا دكتور زاهي. الناس هتبقى يعني عايزة تتابع اللحظات الأخيرة في حياة الفنان العالمي عمر الشريف، كيف عاش هذه اللحظات، ما هي طبيعة المرض الذي أصيب به، كيف تم نقله إلى إحدى المستشفيات في حلوان؟ هو الحقيقة عمر يعني جاله مرض الألزهايمر ده من 3 سنين، وطارق ابنه جابه القاهرة هنا، قعد معانا مدة طويلة جدا، وكان وهو مريض كان بيتواجد في كل مكان. يعني أنا دكتور أشرف زكي طلب إن هو يروح يدي كلمة للخريجين، وخدته ورحنا هناك وهو كان تعبان، وأنا يعني لا أنسى إن احنا راجعين في العربية مع بعض وجاله ألم في صدره، وكان طول السكة قاعد يقول يا رب. فهو المرض زاد عليه أكتر من سنة، وطارق نقله الغردقة، وبعد كده هو كان بيرفض يأكل وبيرفض يشرب، فنقله واحدة المستشفيات قاعد فيها. والحقيقة أنا رحت زرته الأسبوع اللي فات أنا وطارق، والدكتورة اللي بتعالجه قالت إن هو عنيد جدا ورافض إن هو يشرب أو يأكل. فكان واضح اولا يعني ما كانش حاسس بيا ولا بطارق، وكان واضح في الوقت ده احنا بنودعه يعني من غير هو ما كان حاسس بينا، وكان باين حاله الاعياء، لان حضرتك بتقول انه رافض ياكل ويشرب، حاله الاعياء الشديده يعني في اليوم اللي احنا شفناه ده الاسبوع الماضي كان في حاله سيئه جدا. بقول لحضرتك ما عرفش طارق ولا عرفني، لكن رفضه للاكل ورفضه للشرب وان هو نايم على طول وفي حالة إعياء تام، كان واضح إن دي النهاية، وأنا ودعته في اليوم ده من غير هو ما يحس بيا ولا بحس بطارق. طيب دكتور زاهي، يعني البعض هنا يعني هيقول إنه ألم يكن عمر الشريف يستحق اهتماما أكبر، بإنه معنى إنه يعني الناس لم تهتم، وكان يمكن إنه نشوف هل يمكن إشراف صحي أفضل، هل يمكن اهتمام صحي أكبر، هل يمكن للدولة أن تهتم به بشكل أكثر؟ أول حقيقة ابنه طارق يعني عايز أقول وفر له كل سبل الصحة وقدامه أحسن مستشفى، وكان بيدفع له مبالغ كبيرة جدا في المستشفى، ويعني ابنه طارق كان قايم بكل الواجب في سبيل إن هو عمر يتعافى ويبقى بصحة جيدة. فأنا يعني ما كانش هو محتاج يعني رعايه من الدوله، غير ممكن كان محتاج ان حد يسال عليه وحد يتمنى له الشفاء، ولان ده فنان عالمي. النهارده يعني السي ان ان كلها كانت بتتكلم معايا، وكان هذا الفنان العظيم بيتكلموا عن لورنس والعرب، بيتكلموا عن دكتور زيفاجو، بيتكلموا عن افلامه العالميه وازاي العالم كله زي ما انت قلت العالم كله حزين، الناس كلها حزينه على عمر الشريف، لأن زي ما أنت قلت ده فنان عالمي حفر اسم مصر في كل مكان، وكان اسمه بيرن في كل حتة في الدنيا، وكان ربنا اداله كاريزما واداله حب الناس. يعني أنا كنت بمشي معاه في الشارع بلاقي الناس الغلابة عايزة تتصور معاه، وهو كان خير جدا وإنسان طيب جدا. يعني أنا لا أتصور إن في حد شفته حتى الآن في طيبة عمر وفي حبه للناس وفي حبه لمصر كان مستعد في سبيل مصر يعمل اي حاجه بالمكان. كان يقول لي شوف لو في اي حاجه، قلت له عمر احنا عايزين نخلي الناس تحب الاثار، قال لي اعمل اعلان، عمل اعلانين الناس حافظاها في الشارع بتاعت الواد بليا، عمل فيلم رائع مع الناشونال جيوغرافيك قلب الدنيا كلها.
يعني كان مهتم كمان بالآثار المصرية اهتمام كبير، وكان قارئ للآثار لأنه كان بيحب دايما يفخر بفرعونية مصر وبآثار مصر. طيب دكتور زي عايز أسأل حضرتك، لأنه أنت عارف بقى يعني بتبتدي بعض المواقع وبعض الأشخاص يثيرون قضايا من نوع، لكن يعني لابد أن نرد عليها. البعض هيقول أين سيدفن، من أين ستشيع الجنازة، ويشككون في أنه يعني لا نعرف أي دين يحمله عمر الشريف. وهنا الحقيقة يعني لا يجب أن يسأل الشخص عموما في كل الأحوال عن دينه، لكن الغمز والهمز واللمز هنا لو عايز أوضح ده للناس أقول إيه؟ أنا عايز أقول حاجتين. الحاجة الأولانية إن عمر فعلا طيبته، وربنا سبحانه وتعالى كرمه بأن يدفن في بلده، لأن كان في فكرة أن طارق يخلي يوديه باريس، فلو كان مات في باريس كان يدفن في باريس، لكن مات في مصر هيدفن في مصر. ونمرة اتنين أنه مات في شهر رمضان المبارك. لكن عايز أقول لك حاجة، عمر الشريف كان مسلم ودي حاجة واضحة، وأنا طلعت له الرقم القومي، الرقم القومي مكتوب فيه أنه مسلم، هو كان دايما بيتكلم عن إسلامه، فما فيش حد ممكن يتشكك بأي حاجة أو يتشكك إن الإسلام كان لغرض شخصي أو حاجة، لا، كان مقتنع بالإسلام وأسلم وظل مسلم حتى مات. طبعا هو يعني ملاحظة لا يجب الالتفات لها، لكن للأسف الشديد بعض العقول العنصرية الطائفية هتلاقي تسيب كل ما يتعلق بعمر الشريف من قيمة قدمها ومن أعمال فنية ومن احتفاء عالمي به، ويبتدوا يقولوا طب أي دين يحمله عمر الشريف وحيدفن فين، يعني أسئلة من هذا النوع، وهي الحقيقة ليست نقية في مغزى السؤال، لا يعني لها أهداف عنصرية وطائفية. هو هيتم الصلاة عليه في أحد المساجد في القاهرة، لسه ما تحددش المسجد، وهيدفن في مدافن العائلة الموجودة 6 أكتوبر. طيب دكتور زي بقى في الحوارات الأخيرة معاه، يعني بينك وبينه في اللي هو قبل أن يدخل في مرحلة الزهايمر اللي بينسى فيها مين اللي قدامه، يعني بالتأكيد في الزيارة الأخيرة ما كانش عارف أنه حضرتك الدكتور زي حواس، ولا عارف أنه ده ابنه، مش كده؟ طبعا يعني المرض ده مرض وحش، وما بيصيب الإنسان ينسى كل شيء في الدنيا. لكن لما كنت باخده في المده الست شهور اللي فاتوا، كنت الحقيقه بسابوه، يعني كل يوم كنت معاه، كنا بنروح بيوت كتير جدا، يعني رحنا حفله كان عاملها الدكتور رضي سعد، وقعد مع الناس والناس حبوه، وفي عشاء مع صلاح دياب وصلاح منتصر، وكان حاسس بحب الناس، فكان بينسى ان عنده الزهايمر. وبتكلم عن لما قعد سنة في صحراء في الأردن عشان يمثل فيلم لورنس والعرب، وإزاي ديفيد لين حبه وعرض عليه إنه يعمل دكتور زيفاجو، وإزاي دكتور زيفاجو سقط كفيلم في البداية في الأسبوع الأول لما عرض هذا الفيلم. عمر بحكي لي يقول لي قابل ديفيد لين في قهوة نيويورك وقال له يا عمر أنا مش عارف الفيلم ده سقط فيه، لكن بعد نص ساعة قال له أنا عرفت السبب، تعال نلم الأفلام من السينما. وراح الاستوديو وعمل مونتاج معين وفي الفيلم، وخلى الفيلم أنجح فيلم عالمي، وطارق ابنه قام بدوره، هو عنده 8 سنوات قام بدور عمر الشريف وهو صغير بيرمي الورد على قبر أمه. وأنا فاكر إن احنا رحنا الدومينيكان ريبابليك بتحية أو بدعوة من رئيس الجمهورية، كرموا أعظم تكريم في مهرجان السينما، وكان أجمل حاجة إن الناس كلها فضلت تسقف لعمر وهو واقف أكتر من ربع ساعة، والناس كلها واقفه بتصفق لعمر الشريف. والراجل رئيس الجمهوريه قال له وانا صغير كنت عايش في نيويورك كنت شفت دكتور زيفاجو ده اكثر من 10 مرات، وعرض لنا الفيلم عرض خاص في القصر بتاعه عشان يبين لعمر مدى حب الناس من اعظم فيلم ظهر في السينما العالميه حتى الان، وهو دكتور زيفاجو. دكتور زاهي حواس بتوجه لعلك بالشكر، ألف شكر، وزي ما قلت أنه يعني على الأقل يجب أن تبدي الدولة اهتماما، إن لم يكن في الجنازة في العزاء، أنه يكون العزاء يليق بمكانة عمر الشريف وبما قدمه، وأنه الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا يهتم بذلك، حتى
نوصل رسالة للعالم كله إن إحنا بنهتم بفنانينا. لو شفتوا كل المواقع وكل وسائل التلفزة والوكالات الأنباء العالمية والصحف العالمية اهتمت بهذا النبأ اللي تعاملنا معاه إحنا بشكل هامشي، يعني إنه عمر الشريف مات، لكن قيمة ما قدمه عمر الشريف ورفع اسم مصر عاليا، فنان عالمي هو مصري والعالم كله يتحدث عن انه مصري، افلامه العالمية التي نجحت بشكل كبير تحديدا لورنس العرب ودكتور زيفاجو وافلام كثيرة مختلفة، وحقق نجاحا بموهبتي. وكمان عمر الشريف كان حريصا على المشاركة في كل، زي ما بيقوله الدكتور زاي كان دايما يقول اي حاجة تتعلق بمصر يمكن ان اشارك فيها، عشان كده لابد ان نوصل رسالة للعالم كله انه مصر تحتفل برموزها، لانه اعتدنا ان نهيل التراب على رموزنا واعتدنا ان نتجاهلهم وان نهملهم، لكن وده حصل الحقيقة مع عمر الشريف في الاسابيع القليلة الماضية. كان يجب حتى على الدولة اذا علمت بان عمر الشريف تعبان وعنده زهايمر وموجود في مستشفى في حلوان كان عليها ان تهتم بشكل كبير. البعض هيقول هي الدولة في ايه ولا في ايه، ما هو المعني بذلك في قطاع الدولة وفي مؤسسات الدولة كان يجب ان ينتبه ويلتفت. يعني كنت اتمنى ان وزير الثقافة ينتبه ويلتفت، كنت اتمنى انه لو كان للرئيس مستشار ثقافي او فني، لانه زي ما بقول الفن من مقومات الهوية المصرية، يلتفت وينتبه. ما بنقولش انه رئيس الحكومة او رئيس الدولة في خضم المشغوليات الكثيرة والمهام المتعددة حينتبه، مع انه بقيمة عمر الشريف كان يجب ان ننتبه ونلتفت، لانه للأسف الشديد حالة الجحود وحالة الاهمال واضحة تماما. عمر الشريف كان يستحق اهتماما اكبر. اتمنى بقى ان احنا نعوض ده في انه حالة العزة ان لم نلحق بما يتعلق بالجنازة وغيرها، انه حالة العزاء نفسها تكون حالة مصرية وطنية نؤكد فيها اهتمامنا بفنان عالمي، وانه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه يهتم بذلك. تعالوا نشوف عمر الشريف من خلال هذا التقرير الذي اعددناه. صدق من قال المصائب لا تأتي فرادى. إنه خبر وفاة الفنان المصري عمر الشريف، هذا النجم الذي ارتقى إلى عالمية بجدارة يستحقها وكفاءة جعلته في مصاف نجوم هوليود والعالم. ممثل مصري قام بأداء عدد من الأدوار في السينما الأمريكية، ومن أشهر أدواره العالمية دكتور زيفاجو، فتاة مرحة، ولورانس العرب. ترشح الشريف لجائزة الأوسكار كما نال 3 جوائز جولدن جلوب وجائزة سيزر. كانت بدايته في السينما عندما التقى المخرج يوسف شاهين الذي علم بقصة حبه للتمثيل وقدمه في دور البطولة أمام فاتن حمامة في فيلم صراع في الوادي. وفي أوائل الستينات التقى بالمخرج العالمي ديفيد لين الذي اكتشفه وقدمه في العديد من الأفلام. بعد نجاح منقطع النظير في فيلمه الأول لورانس العرب لقي شهرة جماهيرية كبيرة، وأصبح العالم الغربي كله يتابع أفلامه. اشتهر عمر الشريف في أفلامه الأجنبية بشخصية الرجل الهادئ والغامض واللطيف والمغري للنساء، بينما مثل في أفلامه العربية جميع الشخصيات الهزلية والأدوار الجادة والرومانسية والكلاسيكية. وبالنهاية فإن حياة عمر الشريف لم تكن مفخرة له وحده فقط، ولكن كانت مفخرة لكل مصري وعربي، لأنه كان دائما يذكر مصر في قلبه وعلى لسانه. فوداعا سفير الفن العربية، وداعا عمر الشريف. طبعا العمالقة لا يموتون أبدا، يعني عمر الشريف بما قدمه أعماله الفنية ستظل حية. لو شفتوا كل الذين قدموا أعمالا فنية أو أدبية، كتابه بيبقى إذا كان أديبا، فنه
يظل حيا إذا كان فنانا، وبالتالي أصحاب المواهب العمالقة ما بيموتوش. لكن كمان إحنا لازم نحتفل ونحتفل برموزنا، عندنا حالة زي ما بقول من إهالة التراب على رموزنا ولا نهتم بهم. طيب فعلنا ذلك وهم أحياء، نتمنى حتى أن نكرمهم بعد الموت. الفنان الكبير سامي العدل أيضا من الفنانين اللي أحبوا الفن وأخلصوا له، وهو ينتمي إلى عائلة فنية بتحب الفن ومهمومة بالفن وتضع أموالها في الفن وتنتج أعمالا فنية. سامي العدل فقدناه مع فجر اليوم، والحقيقة كان في أنباء كثيرة مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية عن التدهور في حالته الصحية، لكن تحسنت بعض الشيء وتوفي خلال الساعات القليلة الماضية. تعالوا نشوف جنازة سامي العدل. حزين جدا على فقدان الفنان الكبير سامي العدل الحقيقه، لان احنا سامي العدل كان فنان عصامي بنى نفسه بنفسه وخدم حتى عيلته كلها اخواته كلها، هو كان السبب في ان هم يعني يظهروا مواهبهم كالدكتور مدحت العدل ومحمد العدل ابن جمال العدل وجمال العدل كمنتج. الحقيقة هو كان السبب الأول، لأنه هو كان أخوهم الكبير وكان حريص على خدمة عيلته وخدمة قرايبه، هو كان إنسان ممتاز وفنان ممتاز رحمة الله عليه. دي سنة الحياة، دي سنة الحياة، وربنا الحمد لله يعني أراحه في أيام جميلة، ونتمنى كلنا نبقى زيه. اشتغلت معاه ومفيش حد في الوسط ما اشتغلش معاه، ومفيش حد في الوسط أستاذ سامي ما عملش معاه حاجة كويسة، والله يرحمه ونتمنى إن شاء الله تبقى آخر لحظات. شكرا. مستشفى تاني، كان في مستشفى بدران يعني، وكانت يعني برغم ان هو كان ابتدى يفيق من الغيبوبة شوية، لكن هي دايما عضلة القلب هي اللي بتبقى اساس المشكلة، وهي اللي بتؤدي لتداعيات كثيرة جدا يعني، لكن ده قضاء الله يعني، ربنا يرحمه رحمة واسعة ان شاء الله. أقول إيه؟ أقول لك إيه؟ أطيب بني آدم في الدنيا، بقالي 26 سنة معي، عمره ما جاب سيرة حتى بحاجة وحشة، طول عمره بيساعد الناس كلها في الخير، عمره ما أذى حد في الدنيا، عمره، وتبيت الدنيا والآخرة في حتة قطمة. Thank you.
اللهم تغمد الفقيد بواسع رحمتك وألهم عائلته الصبر والسلوان. تعالوا نشوف من القضايا المختلفة. في معرض في ساقية الصاوي، المعرض البعض بيقول انه للتضامن مع الحوثيين في اليمن، يعني الدولة هي جزء من تحالف عربي ودولي لإعادة الشرعية لليمن ولمنع اختطاف اليمن في يد فصيل حليف لإيران، ويبقى في معرض في ساقية الصاوي يتحالف مع الحوثيين أو يتضامن مع الحوثيين، هل ده صحيح؟ هسأل علاء السعيد أمين عام ائتلاف الصحب والآل. أستاذ علاء أهلا بيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ بحي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ علاء، هل الصحيح أنه كان في معرض للتضامن مع الحوثيين في اليمن في ساقية الصاوي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة أستاذ وائل احنا فوجئنا مفاجأة غريبة جدا، يعني أن يكون للحوثيين تواجد على أرض مصر وفي ساقية الصاوي بالتحديد، والصور اللي موجودة بتثبت الكلام ده، على الرغم من أن مصر بتشارك في عاصفة الحزم إلا أن لهم ناس موجودين. في سيدة اللي هي السيدة سلوى عبد الله السماوي، وديت دبلوماسية في السفارة اليمنية في القاهرة، وأقامت فعلا المعرض أقيم فعلا، وفي صور متداولة وكثيرة جدا، يعني من صورة ولا اثنين ولا ثلاثة. لأن السيد الصاوي قالوا النهاردة من حوالي 7 ساعات أن فعلا السيدة اليمنية سلوى عبد الله السماوي طلبت تعمل معرض داخل ساقيه الصاوي، لان الساقيه رفضت على اساس انها لعدم استيفاء بعض البيانات المطلوبه بخصوص المحتوى والاوراق. وطبعا قالوا برضو في نهايه البيان بتاعهم ان بشان الصور فقد تم التقاطها على سبيل المعاينه. يعني ايه على سبيل المعاينه؟ ان انا اشوف صور معلقه على الجدران وزوار ووفد من حزب المؤتمر التابع لعلي عبد الله الصالح موجود بيتفرج على الصور، والسيده سلوى عبد الله السماوي واقفه على المنصه، منصه ساقيه الصاوي، وبتلقي محاضره وبتعرض داتا شو، يبقى معناها ان الكلام ده فعلا حصل وحقيقي. طب خلينا اسال في المقابل معايا الاستاذ طارق زايد اهو، نساله، هو منسق المعارض في ساقيه الصاوي. استاذ طارق اهلا بيك. أستاذ طارق، هل أقيم معرض للتضامن مع الحوثيين في اليمن في ساقية الصاوي؟ حضرتك أنا عندي برنامج مسبق بيتعمل كل شهر. البرنامج ده مكتوب في متناول أيدي الناس قبل الشهر بأيام. البرنامج بنعمل معارض للفن فقط. يعني أنا طول شهر رمضان عندنا معارض، ما بين معارض فوتوغرافية، معارض فن تشكيلي، كلها للفن فقط. إحنا ملناش اي علاقه بمعارض خاصه بالسياحه او حتى اي انشطه، لان احنا مكان ثقافي بيقدم فن فقط. فانا مرتبط ببرنامج نفذته بالفعل لمعرض اللي او حضرتك تحب اسرد الفتره الاولى. لا انا مش عايز، انا سؤالي عن ده، يعني مش عن يعني نشاط ساقيه الصاوي بنتابعه جميعا، يعني انما سؤالي عن ده، في معرض للحوثيين ولا لا؟ هقول لحضرتك، ما هو المعرض ده بيبقى فيه اعلانات وبيبقى فيه اعلان، انا مش هعمل معرض سري يعني. فالمعارض اللي اتنفذت بالفعل كلها معارض فن تشكيلي، وحضرها جمهور ونقاد، وحضرها ناس من محب الساقيه. فلو كان في معرض بالشكل ده يعني مش يعني استحاله. احنا ما يعني ملناش اي علاقه بمعارض خاصه بالسياسه، يعني حتى لما لا يعني حصل وانت ما تعرفش، يعني في سياق، ما انت ممكن تكون بتعمل في سياق اجندتك الاسبوعية او الشهرية، فتفاجأ انه في حد استخدم معرضا فنيا لا يفهم لتوجيهه لقضية من هذا النوع. لا يفهم، انا ببقى مرتبط بعقود العقد مع الفنان ولازم انفذه، ما ينفعش ان انا بعد ما اتفق على معرض مع فنان وامضي مع عقد وينزل في البرنامج بتاع الشهر وينزل في السايت بتاع الساقية ان انا الغيه واعمل حاجة تانية. طيب استاذ علاء بيقول لك انه ما حصلش. الصوره اللي قدام سعادتك اللي على الشاشه دي توضح يا استاذ وائل، يعني الصوره ديت لو كانت فوتوشوب مثلا او ملعوب فيها، الصوره فعلا من ساقيه الصاوي، السيده سلوى واقفه على المنصه وبتعمل عرض داتا شو. وبعدين في كتير جدا من الصور موجوده،
هنقول مثلا اذا كان ده الكلام ده قديم، طب لو هو قديم، طب اعضاء حزب المؤتمر التابع لعلي عبد الله الصالح اللي حضروا فعلا وشافوا واقفين لهم صور بيتفرجوا عليها والمعرض وفي زوار للمعرض. الامر يا استاذ وائل مش ان احنا ننكر ولا نقول، ممكن يكون على الورق احنا كاتبين كويس جدا ومنظمين نفسنا كويس جدا على الورق، لكن الواقع شيء والورق شيء تاني. موضوع مش سهل جدا، مش سهل ابدا ان احنا يكون عندنا على ارض مصر ناس بتعمل ضد مصلحه مصر. انا لا اتهم الاستاذ طارق ولا اتهم الساقيه، ممكن يكونوا دخلوا عليهم بطريقه اخرى، ممكن يكونوا عرضوا الامر على اساس ان هو معرض فني او على اساس ان هو معرض. طب ده انت بتقول حصل امتى يا استاذ علاء؟ ده كان في الاسبوع اللي فات يا استاذ وائل، وعلي البخيتي نفسه المتحدث باسم الحوثيين هو اللي اعلنه، واعلنوا اكثر من مره وجه في مواقع الكترونيه ومواقع كبيره يعني ما هياش. طيب استاذ طارق في تعليق اخير، استاذ علاء بيقول لك هو متاكد والصور بتؤكد ده، الصور بتؤكد انه المعرض اقيم في ساقيه الصاوي. انا عندي بالوثائق والصور بتدل على ان الاسبوع اللي فات كان عندي معرض روحانيات الحروف، ده معرض خط عربي واستمر لمده 9 ايام، لسه خلصان ما قالوا كام يوم. وضيف الشرف فيه كان شيخ الخطاطين الله يرحمه الفنان محمد عبد القادر. كان المعرض ده معرض جماعي بيضم مجموعه كبيره من كبار خطاطي مصر. فده البرنامج اللي عندي اللي انا نفذته بالفعل، ما كانش عندي. طب خلاص يبقى انت تشوف، لانه دي صور هو هي موجوده اهي يا استاذ طارق في ساقيه الصاوي، والناس اللي حضرت موجوده، يعني يتم التحقيق في هذه الواقعه. يعني عندي صور بتؤكد ان كان في نشاط تاني خالص اللي هو اللي انا بقول عليه اللي هو معرض الخط العربي. طيب يبقى يا هنا الحقيقه انا لو انا شايف قدامي انه لو تم التاكد من ده، يعني في سهل جدا انه يتم التاكد من ده في كل الاحوال. بتوجه اليكما بالشكر. يعني امبارح كان في الامسيه للاحتفال بالمستشار احمد الزند، والمستشار احمد الزند قال لنا على هامش الامسيه يعني انه خلاص تم حل المشكله المتعلقه بالماده 33. هو ما قالش ايه الحل، لكن علينا ان نتوقع الحل، يعني انه هو استبدال الغرامة المالية بالحبس، وبالتالي هو اكد انه تم انهاء هذه المشكلة. كمان اكد انه في مجموعة افكار تتعلق بتشريعات قادمة عشان تحمي مصر من الارهاب، منها ما يلزم بوجود اتحاد ملاك واتحاد مستأجرين. انتوا عارفين انتوا في العمارات، في كل عمارة كان دايما هذا الاتحاد يمكن ان يكون صونا للعمارة وللمبنى في الصيانة، لا كمان يضاف اليه انه يبقى عارف كويس قوي مين اللي ساكن في الشقة الفلانية ومين اللي ساكن هنا، لان احنا في حالة استثنائية نواجه ارهابا، وبالتالي هنا هيبقى في حتى بتشريعات متعلقة بذلك، اتحاد الشاغلين واتحاد الملاك ومثل هذه الاتحادات المتعلقة بالكيانات الإسكانية بالمباني بالعمارات تكون ملزمة بأنها تعرف كل المعلومات عن من الذي يقمن. ما ينفعش حد يقطن شقة وما فيش حد عارف من الذي يقطنها، تيجي مجموعات إرهابية والحقيقة ده ما فيش فيه اقتحام لخصوصية حد، انت بتعرف من الذي يقطن في هذه العمارة، وهيبقى في مسؤولية اجتماعية تتعلق بذلك ومسؤولية قانونية. بالإضافة إلى أنه قال أنه حتى ما يتعلق بالمادة 33 اللي أثارت خلافا مع الصحفيين، وأكد أنها خلاص انتهت وتم التوصل لحل وسط. ما قالش إيه الحل الوسط، لكن في الغالب الحل الوسط هو استبدال الغرامة المالية بالحبس. هطلع فاصل، وبعد الفاصل خلونا نتساءل هل ممكن يبقى فيه مرشدين سياحيين يعني ينفذون أهداف جماعة الإخوان ويجبرون السياح على رفع شارة رابعة؟ هل يمكن أن يكون في هذا المجال الحيوي والخطير جدا أنه يبقى عندي فيه بعض من يعملون
لحساب جماعة الإخوان باتهامات إن صحت لا أعلم إن كانت صحيحة أم لا، لكن هنواجه أصحابها في هذه المواجهة القادمة، هي متعلقة بهذه القضية الحيوية والمهمة بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد. السؤال بشكل واضح ومباشر، هل صحيح الاتهامات اللي بيطلقها البعض والمتعلقة بوجود أخوانا في أوساط المرشدين السياحيين الذين يتعاملون مع السياح أم لا؟ ده هنناقشه مع ضيوفي الأستاذ محمد غريب رئيس الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ. أستاذ خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم نقابة المرشدين السياحيين. أستاذ خالد أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ وائل. أستاذ محمد، يعني على ما هي أدلتكم على هذه الاتهامات؟ الأدلة نمرة واحد، لما أحد الزملاء اللي كان معتبره من هم زملاء لما راح في هناك في أحد الدول الأوروبية زي بلجيكا مثلا، وقال إن طلب من جيش الاتحاد الأوروبي إن هي تيجي عشان تضرب الجيش المصري العظيم، عشان الجيش المصري العظيم حسب تعبيره هو ان هو فض اعتصام رابعة وقتل المصريين وهو لاخره. ده مصوره ومسجله، ده الزميل ده كان اسمه او الزميل اللي كنا بعتبره زميل محمد عطا. التاني بعد كده ده محمد عطا. بعد كده جه وائل، جه مازن عكاشة، ده كان نقيب المرشدين. الحاجات اللي عندنا فيها يا جماعه مشاهد او حاجه ننزلها اتفضل. جه بعد كده كان نقيب المرشدين السياحيين بالغردقه مازن عكاشة، وراح بعد كده على اكبر محطه تلفزيونيه موجوده في المانيا سي دي اف، وقال ما تروحوش مصر، وطلب من السياح الالمان ما يزوروش مصر، ومصر غير امنه ودوله عسكر والى اخره. بعد كده لقينا في تسلل وحاجات كتيره جدا، يعني مرشد سياحي ويقول كده، يعني مرشدين سياحيين ويقولوا كده ومنصه. طب خلينا نشوف الفيديو الاولاني اللي انت قلت عليه وبعد كده نشوف التاني. Sie haben gegen Mubarak gekämpft vor zweieinhalb Jahren. Jetzt kommt Mubarak quasi frei und die Muslimbrüder sitzen in Haft? Genau, das ist das Paradox von dem Ganzen, was heute, genau heute passiert. Wir haben einen Präsidenten, den wir gewählt haben, und der ist jetzt entführt. Es gibt keine andere Definition. Was ist das Problem von dem Mursi? Er ist entführt worden von dem Militär. Und der eine Präsident, gegen den wir gekämpft haben, der ist heute frei. Wo bleibt unsere Verfassung? Wo über 30 Millionen Ägypter hingegangen sind zu den Wahllokalen und dafür gestimmt haben? Wo bleibt unser Parlament? Wo bleibt unser Parlament mit seinen zwei Kammern? Wo bleibt alles? Wo bleibt alles von der Revolution? Das alte Regime kehrt zurück. Und das alte Regime weiß, dass es nicht so einfach gehen dürfte und könnte. Und deswegen braucht das alte Regime eine Deckung. Eine Deckung von wem? Eine Deckung von den Pseudo-Revolutionären, die sie entweder gekauft haben oder irgendeinen Deal mit denen Tamaros gemacht haben. Mhm. Ja, wer sind Tamaros? Wir haben die gar nicht kennengelernt. ده احد المرشدين السياحيين ومازن عكاشة، مازن عكاشة نقيب المرشدين السياحيين بالغردقه، يعني ده نقيب المرشدين السياحيين في الغردقه، يعني ده نقيب المرشدين في البحر الاحمر، يعني 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 مش مرشد عادي كمان، وكل الحاجات دي. وهو هنا بيعرف نفسه نقيب المرشدين السياحيين في البحر الاحمر. وبعد كده هم المشكله كلها بعد لما دخول الاخوان كبير بقى، والباب اتفتح كتير جدا، ومنصه رابعه اتملت، وبدا المرشدين السياحيين وقفوا على منصه رابعه ويتكلموا بكل اللغات وعرفوا انفسهم. حتى محمد عطا بيقول لاحد احد الزميلات منهم او احد المرشدات السياحيات منهم ما تعرفوش انفسكم. لا، المشكله بدات خطيره وبدات كبيره جدا، والباب لما اتفتح بقى كله، رغم ان القانون والتشريعات موجود كل ان انت تعاقب الناس دي، تحاسب الناس دي، لكن اتفتحت كتير جدا جدا. دلوقتي اصبح يعني ما تقدرش تعد العدد ده، ما تقدرش تقول قد ايه، لكن هم تقريبا ما بين 300 ل 500 بيور اخوان، لكن متعاطفين معاهم ضعف هذا العدد تقريبا على مستوى الجمهوريه. صعبه جدا 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 في مهنه الشاسية. حذرت كتير جدا جدا جدا، ما كانش الحاجات دي قبل 2011. بعد كده دخل ناس كتيره جدا وتعاطفت مع الاخوان وبقوا اخوان وتحت مسمى حريه راي. لا، دي مش حريه راي. طب نشوف اللي هو التاني بتاع محمد عطا. ده مشكله نشوف.
زي ما حضراتكم شايفين احنا هنا النهارده مش احنا بس، احنا مش مصريين بس، ده كلهم من كل البلاد اللي مش قادره تستحمل وتتحمل ان ناس تموت كتير في مصر. 3000 واحد يموت في مصر في يومين، ليه؟ باي ذنب قتل؟ ستسال هذه الروح ربها باي ذنب قتل هذه الروح؟ مجرد ان هو خارج في الشارع يعبر عن رايه يتقتل؟ ومن مين؟ من الجيش اللي هو بيحمينا على الحدود، المفروض يحمينا على الحدود، الجيش اللي ممكن اللي لازم يوجه رصاصته للاعداء بره عشان يحمي بلده، يوجهها لاولاد بلده. احنا كده عشان كده احنا جايين هنا النهارده، في النهارده في بلجيكا في بروكسل وعاصمه الاتحاد الاوروبي بروكسل، بنعمل زي ما انتم شايفين مظاهرات على الاقل نعبر عن راينا، لان كلنا عندنا دم وكلنا بنحس. ازاي 3000 واحد يموتوا في يومين بينما في سوريا في شهر؟ طبعا لما هيبقى في مرشد سياحي والناس هتسمع هذا الكلام، يبقى في سائح هيجي لك ليه؟ هيجي ليه للدوله اللي بتقتل والجيش اللي بيقتل في الناس؟ ده لما يجي الكلام ده من مرشد سياحي تحديدا يكتسب ابعادا اكثر خطوره. وده اللي نشوفه كمان في انه لا، يعني في صوره للسياح هم بيرفعوا اشاره رابعه. صور صور اكتر من صور. يعني نشوف كده بعض اهي دي ايه بقى ده معبد انسان بيزن، والمرشد السياحي هنا موجود وبيكبر السائحين هم يرفعوا. يعني المرشد السياحي يعني انسان قاعد الاخير، وهو قال لهم شعار رابعه ده ايه يعني عشان يرفعوا؟ ممكن اقول له تحيا مصر، ممكن اقول له ده الاشاره، ممكن يخدعه، ما هو مش عارف رابعه من خمسه من سته للسائح مش عارف. في حاجات كتيره جدا ممكن اقول له ده كذا وده كذا، ده علامه العنخ، ده علامه اي حاجه، ده علامه الحضاره الفرعونيه ولا اي حاجه، وبتتخذ حاجه ثانيه خالص وبتشتغل لحاجه ثانيه. في صور ثانيه لاستخدام ل يعني دفع السائحين لاستخدام بعض الرموز. ده ايه ده؟ في ده لبعض المرشدين الحاجات اللي هم كاتبينها، وده محمد عطا ومع حلمي الجزار، يعني الصور هنا. طب خليني في اوروبا هناك وبيستقبلوا استقبال كبير جدا، وبيقابلوا اردوغان وحاجات كتيره جدا على مستوى عالي جدا. وبعدين فوق من كده وكده معاهم ناس كمان موجوده معاهم على الصفحات بتاعتهم، بيرسلوهم من الاجانب منظمات سياحيه كتيره جدا. فالراي العام ده بس هم عايشين قاعدين في اوروبا ولا بيجوا في كده. ولما طلبنا ان هم الناس دي تتجازى، فكان الوزير الاسبق هشام زعزوع راح حل الموضوع للمستشار الوزاره شريف اسماعيل، وبعد كده اداله 50 جنيه غرامه. لا ده ما يدفعش خالص، لا انت عندك مواد في القانون تجذب حاجات زي كده وتقطع حاجات زي كده. لا ده سرطان. اي حاجه في الدنيا، اي مهنه في الدنيا تختار تشتغل فيها الا المرشد السياحي، الا يكون مرشد له ميول اخوانيه، الا يكون مرشد سياحي. ما في مش لا يمكن. بقعد 8 ساعات راح ابو سمبل معاه 8 ساعات في الاتوبيس، بقول لهم ايه؟ عايش مع السائح يعني طول ما السائح هنا هو كده. يعني اكثر وقت بيقعد معاه هو المرشد السياحي، ولا بسمع غيره ولا بشوف غيره. الحاجه الثانيه كمان باخد كل اللي بقوله له وبيروح ينقله الناحيه الثانيه. الحاجه الثالثه كمان هم متواصلين مع الاجهزه بره ومع الناس بره. احنا لما رحنا بيه كان معايا الزملاء في الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين، فزرنا التشيك وزرنا النمسا عشان الاتحاد الدولي. لقينا التشيك والنمسا عندهم حاجتين اتنين. اولا ان انت عندك ده انقلاب، مؤمنين ده انقلاب، ايه يا جماعه ليه وعشان ايه ومش عارف ايه؟ عرفنا ان هم بيرسلوا ناس من هنا داخليا، ما ده وطن برضو سواء داخل او في الخارج. والثاني الجزيره اوهمت الدنيا كلها، قدرنا ان احنا خلينا في الجزء المتعلق بالمرشدين السياحيين. يعني انا اللي بناقش انت بتنبه لانه لما يبقى في عدد كبير من المرشدين السياحيين بالشكل اللي احنا شفناه، يعني نماذج كده، فانت بتقول ده خطر على الامن القومي وعلى اقتصاد البلد والامن القومي بتاع البلد. حاجه تانية كمان ان كان عملوا ائتلاف اسمه ائتلاف مرشدين ضد الانقلاب، ده على طول عقب منصه رابعه ائتلاف مرشدين ضد الانقلاب، وبدا بعد كده يطلع منهم ائتلافات تانية. طيب نقابه المرشدين الحاليه المنتخبه حديثا ايه علاقتها بده؟ يعني بماذا تطالبونها؟ أنا المفروض اتخذ إجراءات ضدها، والمفروض كان الأستاذ أمير العتمة اللي هو وكيل النقابة كان يكون متواجد معانا، عشان بين مجلس النقابة بالنقيب بوكيل النقابة عنده بالتشريعات إن هو وقف حاجات زي كده كتير، يعني يقف حاجات زي كده كتير بدليل حال. ما تبصليش بقى للمادة إيه، معلش مع كل احترام والتقدير للقانون بتاعنا 121 سنة 83،
اذا كان في عوار لكن في الحاجات اللي زي ده ممكن انت سيبك من ماده 16، ماده 16 بيقول لها يجوز المجادله في الشؤون السياسيه والدينيه، لكن ماده 84 بتديك الحق ان انت تعمل مجلس تاديب لاي واحد منافي ان هو مقتضى الواجب في المهنه بتاعته ويخرج عن خروج المهنه بتاعته او يلحق ضرر بالنقابة والمرشدين والامن القومي بتاعته. طيب استاذ خالد، هل توافق على هذا الكلام؟ هل يمكن ان تاخذوا موقفا من بعض المرشدين السياحيين اللي هيقول للسائح ان السلطة الحالية هي اللي قتلت الناس وهي سلطة الدم وهي سلطة الانقلاب، وبالتالي السائح هيجي ليه مش هيجي يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما اجاوب على سؤال حضرتك، انا عايز اطرح اولا كمرشد سياحي قبل ما اكون امين صندوق النقابة العامة للمرشدين السياحيين او المتحدث الاعلامي لها. مهنة الارشاد السياحي ليست مهنة قائمة على شرح الاثار او التاريخ زي الناس ما هي فاكرة. مهنة الارشاد السياحي هي من ارقى المهن، وأنا لن أتحدث كما قلت في بعض البرامج عن المدينة الفاضلة، كل المهن في مصر إذا كان مهندسين أطباء أساتذة جامعات كلهم فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم الإخوان، علشان نكون الأول صادقين. وأنا مش عايز أعمم هروبا من الإجابة، بالعكس أنا عندي إجابة محددة، بس عايز أقول نقطة مهمة جدا. الأول كمرشد، المهنة مهنة أمن قومي، المرشد عليه محاذير مش حسب القوانين، لأن هو مع السائح ممكن أحيانا يقول اللي هو عاوزه، لكن ده بيبقى ضوابط وطنية عنده. أنا مثلا كشاركت في 25 وفي 30 وما زال البعض بيطلق على 25 نكسة، فهل يرضيك هذا الكلام؟ فإذا يعني في ناس يعني مش عايزين نخرج برضو عن الموضوع، لكن أنا عايز أقول لك بس هنا المسألة بتختلف. يعني هنا لما حد ينفذ أجندات جماعة الإخوان تمام، فالقضية بتتجاوز حدود حرية الرأي. متفق معاك 100%. اللي شايف 25 كده هنقول له لا، 25 ثورة شعبية تمام عظيمة وهنرد عليه. ده أنا بضرب مثل بس لاختلاف الرؤى، لكن 30 يونيو هي ثورة، هي ثورة فعلا وكلنا شاركنا فيها. ومن يقول عنها انقلاب، في نوعين، ممكن واحد بيقولها عاطفيا انقلاب ولا يستخدم العنف أو الدم، ممكن يكون حسب درجته الثقافية، لكن إحنا كمرشدين شجبنا وندين أي حد يستخدم السائح أو يملي عليه بعض الأفكار السياسية الغير حقيقية بتصوير البلد أو إخراج عيوبها، لأن دي مش شغلته حتى لو كان ليه بعض الضوابط السياسية. ده طب مبدئيا. أنا شفت الوقت مرشدين سياحيين هم اللي بيقودوا مظاهرات الإخوان في الخارج ويقنعونا تمام الغرب بأنه اللي موجود ده انقلاب ودموي. هقول لحضرتك بقى الجزئية دي إيه دور النقابة، هختلف شوية مع الأستاذ محمد غريب. النقابة ككيان رسمي ووحيد، مع احترامي للاتحاد العربي، لكن هو الكيان والمتحدث الرسمي والممثل المنتخب لجميع المرشدين السياحيين. هذا الكيان حسب القانون يدين أي تصرف، لكن في نقطة أستاذ وائل وأرجوك تتفق معايا فيها، أنا كنقابة إذا كان وزارة السياحة والدولة والأجهزة الأمنية تركت هؤلاء الذين رأيتهم، فماذا نفعل نحن كمرشدين؟ نحن لا نستطيع أولاً أن نفتش في النوايا، ولكن لا أنا هنا مش نوايا بقى، ده اللي قدامي ده مش نوايا. لا أنا بتكلم على أشخاص آخرين، أتكلم على هؤلاء فعلاً كل ما قيل يعني حتى قبل أن ننتخب، إحنا مجلس ما كملش شهر لسه، لكن حتى على المواقع الإلكترونية إحنا نفسنا اللي هم المرشدين اللي شاركوا في 25 و30 وقفنا موقف حتى الدولة يمكن ما كانتش تعرف عنه حاجة، في توجيه الأجانب بمجهود شخصي على المواقع الإلكترونية نشرح ليهم أنه ليس انقلابا. كمثال هؤلاء كل هذه الأحداث التي رأيتها مش عايز ألقيها على المجالس السابقة التي لم تتحرك ضدهم، لكن أنا هعذرهم برضو لسبب. العملية أمنية بالدرجة الأولى، ودعني أكمل في هذه النقطة، إذا كانت أجهزة الأمن لا، إذا لم تحاسب النقابة أبنائها، بص إذا لم تحاسب النقابة أبنائها تمام، لا يبقى النقابة الحساب لا عمل لها. لا بالعكس، معلش حضرتك كده بتلوي ذراع الحقيقة في نقطة. لا ده بالعكس، أنت عارف أنا في نقابة الصحفيين بقول لهم إيه؟ بقول لهم بدل ما أروح فليتقدم إذا أنا مستعد أمتثل النقابة وهي تعاقبني. ممتاز، بس أرجوك تسمح لي أقضي كلامي في هذا. أنا دلوقتي عارف هؤلاء متهمين، ما لسه بقول لحضرتك دول اتحقق معهم في وزارة السياحة والأجهزة الأمنية. أنا أدين ومش أدين وبس وأشجب، أنا أستطيع أن أحول أي مرشد لمجلس تأديب طالما خرج عن النص، مش في عملية كمان انقلاب أو ثورة أو تعرية مصر للأسف، ودي جريمة كبرى خيانة عظمى. عندما يأتي لي الدليل القاطع، ما هو دليل هو، طب ايه الدليل ده؟ طب الامن ما اتحركش ليه؟ لا طب انا عايز اسال حضرتك يعني سؤال. انت تقول لي انا كنقابه
انا ما اتحركتش لان الامن ما اتحركش. ما هو الامن اذا كان هي امنيه بالدرجه الاولى. لا مش امنيه. لا امنيه بالدرجه الاولى. لا مش امنيه. انا كنقابه. طب انت كنقابه تملك المساءله التاديبيه مالهاش علاقه خالص بالمساءله الجنائيه. ده موجود واحنا محولين الاثنين للتاديب. هل عملت مساءله تاديبيه؟ عاملين الاثنين وتحولوا للتحقيق في الفتره القليله اللي احنا اللي هم مين؟ في شخصين انا مش هذكر اسمائهم لسبب. طب انت ما فيش بينهم الاسماء اللي احنا سمعناها رهن يعني. انا رحت كنت موجود في وزاره السياحه بقول بعض الاسماء ماذا تم معها؟ دفعوا 50 جنيه غرامه. يعني حضرتك بتسالني انا كنقابه ولا تسال الدوله او الامن او انا بسالك الامن بيحاول جنائي انت النقابات تحاسب تاديبيه. بص النقابه العامه للمرشدين السياحيين عشان تعرف حضرتك احنا مرتبطين بقانون ليس لها الحق في ان تسحب ترخيص المرشد السياحي. هذا عمل وزاره السياحه. لكن انا من حقي ان انا احول اي مرشد ثبتت تهمه ضده الى مجلس تاديب. وفي اتنين احنا بقالنا شهر حضرتك بقول لك لسه متحولين لمجلس تاديب. لا انا تأديب. مش انا ما نامش اذا لقيت عندي سياح بيرفعوا اشاره رابعه بتعليمات من مرشد سياحي وهي اشاره تدل اولا على اقحام في الحياه. ما احنا قلنا هذا مرفوض تماما. وهي اشاره الان هي اصبحت علامه على الارهاب. اهو انا ما نامش لو لقيت بص على الصوره ثانيه. يعني واحد عندك عارف الصوره دي عمرها قد ايه؟ الصوره دي عمرها حوالي سنتين ثلاثه. ماشي ما هو لا طيب. يا بعد يا رابعه ولماذا لم بعد رابعه انا بقول لحضرتك لماذا لم يتخذ معاهم اجراء؟ يا رابعه بقى لها ثلاث سنين. ما انا بسال حضرتك لماذا لم يتخذ معاهم اجراء؟ وبسال الاستاذ محمد غريب لماذا لم يتخذ معاهم اجراء؟ لماذا لم يتخذ معاهم اجراء؟ احنا بس عشان اوضح لحضرتك نقطه مهمه جدا. لابد احنا كنقابه عندما يتم ادانه اي مرشد بهذا العمل النقابه كل صلاحياتها انها تحوله لمجلس تاديب ويمكن سحب اكرنين النقابه منه. لكن الترخيص المسؤوله عن سحب الترخيص هي وزاره السياحه. انا يعني انا هنا لانك انت يعني النقابه اللي معايا فالمساءله التاديبيه من المساءله التاديبيه. طيب موجوده. بقول لك اعمل ايه؟ الماده 84 من قانون المرشدين السياحيين اسمعوا لي. انا قلت لهم انا همد ايدي ليكم تمام وانا تحت امركم. وقلت لهم في نفس التوقيت كمان ان اهم قضيه بتهمنا دلوقتي هو موضوع اصل ده خطر يا جماعه. لماذا لم تتقدم بطلب رسمي يا استاذ محمد للنقابه بدلائل عن هؤلاء؟ انا عايز فايل. محتاج انت اذا شفت ده ما تنامش يا استاذ خالد. يا فندم اذا شفت يا فندم احنا بنتعامل في قوانين دوله. إذا شفت هل حضرتك كصحفي واعلامي كبير انا رايت حاجه على الشاشه وانا عارف انهم دي حركه نحن ندينها. لكن احنا بنتكلم في دوله بتتعامل مع اوراق ومستندات يا استاذ وائل. طيب ما حد قال لك اين هي ما هو اين هي المستندات واحنا نقابه يعني اساسا يعني اللي قاعد يتكلم ده سواء محمد عطا او اللي قبليه اسمه مازن يعني انت محتاج ده يعني الراجل بالصوت والصوره يتحدث. في ناس منهم يعني عايشه بره ما رجعتش اساسا كمان. لا وفي ناس جوه يعني في ناس مش موجوده ناس واللي جوه موجود جوه واللي جوه موجود تم التحقيق معه بمعرفه وزاره السياحه. لا مش امال ايه اللي حصل؟ لا بس محمد عطا هنا هو موجود. محمد عطا بس محمد عطا. طيب بص يا استاذ وائل اولا يعني يمكن في نقطه بس مش عايز اقطع على الاستاذ محمد فيها نقطه مهمه جدا عشان نعرف برضو ايه. انا طبعا اللي حصل ده مفيش اي مرشد وطني هيكون معاه ودي موجود. وزي ما بقول لحضرتك احنا حولنا اتنين للتحقيق في الفتره اللي هي اللي احنا تولينا فيها. لكن تحولوا التحقيق ليه؟ تحولوا التحقيق بسبب ده في كتابات ليهم كتابات ضد الدوله. ده انا عندي واحد شاتم بنت النائب العام. لا في كتير يعني حتى لم يراعي موجود مش عندي مرشد سياحي. لا هنقدر لو تقدروا تشيلوا بس لانه شاتم كمان يعني حتى مستخدم لفظ قذر وبنشيل اي الفاظ موجوده على صفحه النقابه وبنمنع كاتب ابنه النائب العام المكحوم. تخيلوا مرشد سياحي يتعامل مع سياح. شوفوا اللغم ده هيعلم هيقول للسياح ايه بالظبط. ابنه النائب العام المكحوم انا بعتذر لها عن انها تسمع الكلام ده بس علشان ندعو الناس لاتخاذ خطوات واجراءات وما نسيبش ده. هشام بركات بتقول انا ابنه البطل والارهابيون قسموا ظهري. قال لفظ قذر ده على اساس انك بنت نيلسون مانديلا يعني ولا مارتن لوثر كينج. مؤكد بتتعاملي مع مرشدين كتير. مرشدين يعني هي مخبر مباحث يعني طبعا مع اسفي ومراعاتي لاحزانها لكن انا لازم اقول ده علشان الناس تشوف لما يبقى في مرشد سياحي يعلق على استشهاد النائب العام ويهين ابنة النائب العام المكلومة وهذا لا يمثل مرشدين سياحيين في احزانها ويقول ده ومستخدم لفظ طبعا انا ما اقدرش انا اجيبه. لو عندنا البوست يا جماعة هاتوه بس شيلوا
التعبير ده يعني هل انا لما اشوف ده كنقابه بقى ما اخدش طبعا بناخد اجراءات تاديبيه زي حضرتك ما قلت، بس اسال حضرتك هل الاجراء التاديبي اللي احنا هناخده في سلطه القانون المخول لينا كافي لردع امثال هؤلاء ام هي بالاساس قضيه امنيه؟ انا عايز اسال حضرتك سؤال وتجاوبني عليه، مش هل هي قضيه امنيه مجتمعيه ام نقابيه؟ لا هي قضيه امنيه. اذا النقابه لم تتولى انت تملك المساءله التاديبيه، في حدود امكانياتي بعمل الدوله. ومن قال لحضرتك ان انا في حدود امكانياتي لا اتصرف؟ حضرتك نقابه الصحفيين فيها اخوان، هل تقدر تنقوا كل الاخوان اللي فيها؟ ايه صلاحياتك؟ يعني انت ايه صلاحياتك؟ انت هنا هل المساله لو متعلقه بوجهه نظر، انا بتكلم ان انا مقيد، انا اديني صلاحيات، انا مهنه حريه الراي، وانا مهنه امن قومي، وانا مهنه امن قومي. لا انت مهنتك زي مهنتي بالظبط، لانها بتخاطب عقول وبتصنع راي عام. طيب اذا انا اطالبك كما تطالبنا كنقابه بان نفس الصلاحيات اللي انتم بتاخدوها هي نفس الصلاحيات اللي احنا ناخدها. ليه؟ لان احنا مجتمع متكامل. اذا دعا صحفي الى تأييد الارهاب تأخذ منه النقابة موقفا. تمام. ايه صلاحية؟ في عدد كبير من وهذا بالضبط ما تفعله نقابة المرشدين السياحيين بمنتهى الصراحة، وهذا بالضبط ما تفعله نقابة المرشدين السياحيين. بس بين قوسين يا استاذ وائل، معلش اطرح لحضرتك نقطة مهمة جدا. في ناس اتهمت، انا ما اتكلمش على دول، في ناس اتهمت، يعني مثلا عندي مشكلة مع محمد غريب او بسبب انتخاباته او بسبب اي حاجه، كمثال ممكن اطلع على محمد غريب ان هو اخواني واتفق مع بعض الصحفيات. انا مش عايز اخرج عن الموضوع، بس بكلمك هل انا جبت لك دلوقتي حاجات فيها شبهات؟ ده انا بجيب لك دليل قاطع بالصوت والصوره بالكلام بالموقع، ما بجيبلكش بالبوست على الشاشه وشلنا المنظر. على خط موازي توجه معي هذا النداء الى الاجهزه الامنيه، واحنا قدام الشاشه دلوقتي، الى الدوله، وانا مع الاجراءات هذه. لكن انا لو قمت بالموضوع لوحدي يا استاذ وائل هتخضع لاشياء يعني ممكن تكون عواطف. ليه؟ ان انا ممكن اتهم واحد وهو مش اخواني وده حصل، يبقى ليه؟ يعني في ناس اتهمت بقى، يعني خلينا ناخد الجانب الاخر وهم مش اخوان لمجرد ممكن يكون لي دقن لعلامه صلاه. ما انا قلت لك بقى، ما انا بقول لحضرتك يعني منطقه الشبهات. انا دلوقتي هل اللي انا عرضته عليك الان يدخل في نطاق انه ممكن يكون صح ولا غلط؟ لا، ده ناس بالصوت والصوره، يعني هم يعلنون ذلك بوضوح، هم يعلنون، وبعضهم مكث في تركيا اللي اقام في دول تانية. لكن انا بتكلم انا هو لو قال لي اصل انا بتهم فلان ده انه ما اخواني، ما هقول لك اعطني دليلا. وهل انا حاسب انا اثبت لحضرتك بس عشان تعرف ايه هو فكرنا عندي وقامت الدنيا ولم تقعد، لان احنا اثناء انتخابات اساسا كان في اتهامات متبادله واتهامات كذا. طيب خلينا ناخد الاستاذه بيلا عمر المرشده السياحيه. استاذه بيلا اهلا بيكي. استاذه بيلا اهلا بيكي، سامعاني؟ الو. اهلا بيكي، سامعاني كويس؟ ايوه. احنا عرضنا بعض الحاجات، معرفش اذا كنت تابعتينا فيها ولا لا، المتعلقة باتهام بعض المرشدين السياحيين بالعمل لحساب جماعة الإخوان. هنا بقى مش انتماء عاطفي حتى ولا انتماء فكري، لا، ده العمل لحسابهم وخدمة مخططاتهم، وهذا القطاع الحيوي والخطير اللي بيتعامل مع سياح يعني هو أكثر خطورة. تعليق حضرتك تفضل. اولا انا بشكر حضرتك انك فتحت موضوع مهم جدا، بقالنا اكشلي شهور وسنين بنحاول نتكلم فيه وبنقول النقابه تنقي نفسها بنفسها. مستغربه جدا ان حضرتك احرص على مصلحه مصر وفهم قانون النقابات وايه صالح النقابه تنقي نفسها ازاي عن الاستاذ خالد سعيد اللي بيتكلم باسم النقابه. يعني ايه كل واحد حر في رايه؟ هو مش عارف ان احنا مهنتنا مهنه امن قومي؟ مش عارف ان احنا بنتكلم بلسان الدولة؟ بعيد عن يعني من منطلق ايه بيقول دي حرية شخصية ولا انا اعرف؟ انا لم اقل حرية شخصية، انا اسجل اعتراضي لان انا لم اقل حرية شخصية ولا انا فتش ضماني حضرتك ما يوجهش الحوار. ما هي هتخلص. انا لم اقل حرية شخصية، انا قلت انا ادوني صلاحيات، في حدود صلاحياتي بتصرف، فهنا في لي لذراع الكلام وكلام ده مش مظبوط. هي تخلص بس وحضرتك هتعلق. ماشي تمام. حضرتك دلوقتي بتقول انا ما عنديش صلاحية. لا حضرتك عندك صلاحيات،
حضرتك انا بقول انها مساله امنيه بالدرجه الاولى وهذه حقيقه. نتعاون مع الاجهزه الامنيه. ما نتعاون يعني نتعاون معاها وانا والنقابه مفتوحه لذلك لكن انا لا لا طيب انا عشان بس المتصل يا جماعه ما ناخدش من الاتصال اتفضل. حضرتك الوقت كله اوكي فازاي اتفضلي حضرتك كل ده عمليه امنيه. امنيه ازاي في الاول النقابه في الاول احنا عارفين بعض احنا اللي نقي جدارولنا الاول. تقدمي حضرتك ببلاغ رسمي بالدلائل ضد اي مرشد وحضرتك بتعمل ايه واحنا هنتصرف فيه عضو مجلس. حضرتك شغلتك ايه كعضو مجلس؟ لا شغلتي كعضو مجلس ان انا بنفسي مش رجل امن مش رجل شرطه. النقابه ليست شرطه في ذلك لكنها تعاقب ومن يثبت ادانته فراق بيني وبينك. استاذ وائل اسمحني اقول حاجه. اتفضل. خالد سعيد له فيديو اوريدي متداول على الفيسبوك بكثافه جدا ليتلي. الفيديو ده بيتحكم فيه. هو بيقول قصيده تهكم. انا موافقه ان هي تهكم وانا موافقه ان هي مش من النهارده ولا من الشهر ده ولا قديمه. بس شوف حضرتك وارد القصيده دي وشوف اذا كان ده يليق بمرشد سياحي يعمله او لا يليق. ده رقم واحد. رقم اتنين القصيده فيها ايه؟ هو المتحف المصري دوت موجوده على اليوتيوب تقدروا حضراتكم تعرضوها. فيها الفاظ خادشه فيها الفاظ نابيه. طب الفاظ خادشه اعرضها ازاي؟ هو ما فيهاش اولا برفض الكلام ده. فيها 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 شتيمه فيها شتيمه ولاد كذا ولاد كذا ولاد كذا لا يليق بمرشد سياحي انه يعمل العمل ده. ارى انك شخصنت الامور ايتها الزميله المحترمه ولندخل في لب الموضوع. الموضوع مش خالد سعيد. حضرتك ارى انك خرجت عن الموضوع مع احترامي الكامل لحضرتك. بعد اذن واحترامي لحضرتك برضه. هل حضرتك شايف ان ده يصح؟ عايز اسمع يا جماعه. عايز ما هو ما دي سياحه. هي سياحه مش الرقم مش المورد الثالث للعمله الصعبه. لما فيديو زي ده حضرتك يترجم ويلف مثلا حوالين العالم مش ده ينتقص من حصتنا الباقيه السياحيه؟ مش هيستخدموه الاسواق الثانيه اللي بتنافسنا؟ حضرتك شايفه تهديد. طب هو نشوف الفيديو ده مع ان انا مش عايز ايه شخصا لكن لو ده مدخل انا ضد مدخل لتعميم القضيه. طيب. هاتوا كامل بس يا استاذ نشوف هاتوا كامل بقى وخمس دقايق مش هيجتزا. احييكم من المتحف المصري مش امام احد الاصنام الموجوده في حديقه المتحف. هي ناقصه يا خوابير كمان في صنم تاني هناك هو مش عارف تعبر عن ايه. المتحف طبعا اشبه بخراب واصنام كتير حوالينا زي ما احنا شايفين. يعني احنا دلوقتي خلصنا على الكفر اللي كانوا بيجوا يزوروا ودي لسه موجوده برضه. ان المتحف اشبه بخرابه زي ما احنا شايفين لكن هنحاول برضه ايه ندور على بعض الكفر عشان نشوف جايين ازاي ينشروا الفساد هنا عندنا. جايين يعملوا ايه بالظبط؟ هنشوف كده ايه. ضد لا 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 كده اجتزاء. لو سمحت تجيب وانا الفيديو وانا 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 لا استاذ وائل انا ضد كده بس خلينا. لا يا فندم لا 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 ما كنتش عرضته. انا اسف جدا. خلينا يا جماعه احنا على الهوا دلوقتي استاذ وائل. لا لا انا عارف هتعرضه كامل يا اما انا اسف يا استاذ بيلا. انا ملاحظ انه فيها السخريه. انا ضد ان يستخدم البرنامج يوجه لنقابه المرشدين وانا كممثلها. انا بقول لحضرتك بمنتهى الاحترام تكمل الفيديو ام لا تعرضه من الاساس. طيب انا بقول لك ان انا لا امثل نفسي. تعرض الفيديو كاملا لو طيب خليني بس لغايه تعرضه كاملا يا استاذ وائل. انا كده هقول ان في مش عايز اتهم حضرتك انك انت موجه ضد. طيب خليني بس تعرض الفيديو يا استاذ وائل. اعرض طيب الفيديو طيب كاملا. طيب تسمح لي بس تعرض الفيديو. انت حضرتك كده ضررتني لان في قضيه مرفوعه على الصحفيه اللي تناولت الموضوع. يا استاذه يا استاذه تعرض الفيديو كاملا يا استاذ وائل لو سمحت. طب خلاص هنعرضه لو سمحت تعرضه كاملا. ده حقي حقي الاعلام. تعرضه كاملا يا استاذ وائل دلوقتي ما كنتش عرضته. انت لم تستاذني يا جماعه. تعرضه كاملا يا استاذ وائل. يا جماعه تعرضه كاملا. الفيديو ما عرضناك الا لم يكن ده يعرض كاملا. هم اديته خمس دقائق. طيب يا اما هتبقى ديت يبقى انا هتهم دريم والاستاذ وائل. يبقى اتهم يا اتهم يا استاذ. بس معلش طب اتهم. طب ده حقي يا استاذ وائل. يا استاذه طب ما تشوف خلينا اسالها. اقول اعرضه كاملا يا استاذ وائل. اسالها اعرضه كاملا لو سمحت. اسالها الاول اعرضه كاملا. اما يبقى معاك يا جماعه كاملا. انت كده طب يا جماعه هاتوا بعيد الفيديو. اعرضه كاملا لو سمحت. هاتوا بعيد الفيديو. هاتوا بعيد الفيديو. ارجوك انا احترم استاذه بيلا. طب لغايه ما يجيبوا بقيه الفيديو استاذه بيلا. انا ملاحظ انه يا جماعه بس خلينا اسال بقى لو سمحت.
انا يعني ملاحظ انه حتى اللهجه تهكميه يعني. بالظبط خالص. انا بقول لحضرتك لا انا مش عايز اتصيد. خليني في ده بس. خلينا انا عندي مرشدين. الفيديو ده الفيديو ده ضرني كتير. يقعد كاملا ارجوك وخليك مع الحق. طيب وانا يا سيدي انا ضد الاكتزاء. انا بقول لك طيب. انا يا 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 استاذه بيلا بس يا استاذ وائل خليني طب خليني بس يا 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 اكمل كلامي واقول لك مناسبته. طيب. انا ملاحظ ماذا اتى بالفيديو يا استاذ. انا ملاحظ ان الراجل بيصحى. انا مش عايز اكتزئ. لا ما هو انت اكتزئت حضرتك. يعرض كاملا لو سمحت. خليني بس عشان خاطر يا استاذ وائل ده حق. ما يا سيدي هيقعد لما يخلصوه بقى نعمل لك ايه. طب ماشي يعني الصب يا جماعه لغايه ما يعرض كامل. يلا نستنى. اشكرك جدا واشكر الاعداد. يا استاذه بيلا لو سمحتي انا يعني هنا انا ملاحظ ان اللهجه تهكميه بغض النظر. انا مش عايز اشخصن بس هعرض له الجزء ده. بس انا واثق انه بيتهكم. انا واثق في كده. وانا عندي حس انه الكلام متاخد ازاي يعني. تمام يا فندم. وانا واثق انه ده يعني دليل تم اكتزاؤه يا سيدي. وقبل ما اعرضه نشر كاملا دليل تم اكتزاؤه. انا عندي الحس اللي اعرف هو بيسخر. الله يخليك. واثق من كده. انا خليني في المرشدين السياحيين اللي بيتكلموا بشكل واضح. انا مش محتاج ان انا اتصيد او اكتزئ. انا عندي كلام واضح لناس. طب نجيبها تاني لانه التليفون انقطع. خليني في طب معانا مين تاني الاستاذ يعرض كاملا بس استاذ وائل. انا كده هجيبهولك يا سيدي. انا بقول لك انا من حي... انا يعني بقعد يا جماعه من بس انت هتشوف النهايه. هنعرض الفيديو كمان من حسي كده انه الرجل يسخر. بس حس حضرتك الحس الجماهير اللي شايفانا لان ده انتشر انتشار. وانا لن اقول حسبي الله ونعم الوكيل فيمن روج له استاذ واحنا حسن في رمضان يعني. استاذ حسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين. يا استاذ حسن اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير. اولا تحياتي للاستاذ وائل الابراشي الاعلامي المحترم اللي كلنا بنثق فيه ثقه عمياء انه هو ورق. الله يخليك. الله يخليك استاذ حسن. انا عندي هنا عرضنا مجموعه من الكلمات للمرشدين السياحيين يتحدثون بوضوح عن السلطة الانقلابية الجيش اللي بيقتل الناس وبيتحدثوا في دول أوروبية بالإضافة إلى سياح يرفعون إشارة رابعة. أما الفيديو المتعلق بالأستاذ خالد فده الحقيقة اللي اكتزأه جاهل ويخسر القضية. يعني إذا كان حد يعني مهموم بقضية كيف نحارب الأخوان معانا فحتى والحقيقة أنا بلوم كمان الإعداد. أهو أنا بلوم الإعداد على هذا الاكتزاء وعلى تورطه في هذا الاكتزاء. بس خليني في الحاجات الواضحة بشكل مباشر اللي احنا استمعنا اليها منذ قليل. ايه اللي ممكن تعمله النقابة مع انا شايف مرشدين سياحيين يتصدرون المظاهرات في اوروبا ويتكلموا عن الجيش الانقلابي اللي بيقتل الناس. السائح هيجي ازاي بيخلوا السياح يرفعوا اشارات رابعة؟ تفضل. احنا الحمد لله مجلس نقابي تم انتخابه نهائيا يوم 15/6. حسن نحلة نقيب وثمانية أعضاء الحمد لله كلهم خارجين من رحم ثورتين محترمين جدا عبر عنهم الشعب المصري 25 و30. هدفنا الأول والأخير هو محاربة الفساد بكل أنواعه سواء كان فسادا ماليا أو إداريا أو فساد الدولة متمثل في الإخوان الإرهابيين. والكلام ده واضح جدا وإحنا لن نسمح أبدا بأن إنسان يهدم منظومة سياحية بتدخل دخل أكثر من 4 مليون مواطن مصري. للأسف اسمح لي أنوه لحضرتك بمناسبة اكتزاء هذا الفيديو. احنا بالضبط بقالنا ما يقرب من 25 في المجلس الجديد ورثنا تركة أنا آسف في التعبير يعني عقيمة جدا جدا جدا. ليس لدينا من اللوائح والقوانين ما يسمح للنقابة بأن توقع أي يعني أي عقبات أو أي عقوبات مباشرة. بعد إذنك يا خالد اسمع لو سمحت. بعد إذنك تنقية الجداول يا خالد. اتفضل يا جماعة مش عايزين نقاطع المتحد. اتفضل استاذنكم بعد كده علقوا براحتكم. فسيادتك احنا ليس لدينا اي مقومات او اي يعني استاذ محمد غريب مشكورا مسيادتك في المجلس استاذ معتز السابق النقيب السابق. اذا النقيب السابق والنقيب الاسبق تركوا نقابة حضرتك بلا لائحة عقابية. ما كانش فيها ادنى قوانين. لما كنت انا ما كانش فيها اخواني يعني هي اللائحه العقابيه يعني هتولد عشان الاخوان. ما ممكن تولد لانه في حد يسيء استخدام موقعه كمرشد النقيب يكمل. تفضل. لا يوجد هناك اي لائحه خالص تحت يدي حتى الان من اي مجلس سابق او مجلس اسبق عقابيه. ده واحد.
اثنين اسمه احمد غريب بيقول لك ما كانش في اخوانا، واحد اسمه احمد غريب كان بيتفاخر قال محمد مرسي بيقول لك انا معايا تليفون مرسي لو عايزين منه حاجه اكلمه. معايا تليفون شخصي. خلينا نتكلم خلينا يا فندم خلينا يا فندم نتحدث في الموضوع حتى الى حل نصل الى حل. هناك حمله ممنهجه ممن اخفقوا في الانتخابات لتشويه مجلس النقابه الحالي على الرغم من انه مجلس ثوري بالطراز الاول ويعي تماما اهميه النقابه في محاربه كل الدخلاء على المهنه وكل المفسدين سواء كانوا اخوان او مفسدين ماليين او اداريين. ولدي ملفات شائكه جدا اهم بكثير من كل هذه لانهم يعلمون جيدا ان حسن النحله هو ومجلسه طراز ثوري حديدي لن يسمح بان يخترق النقابه والامن القومي اي كائن كان، وده واضح جدا. احنا بقالنا 25 يوم في النقابه بنرصد كل هذه المشاكل. بس القضيه خطيره يا استاذ حس، حتى لو بقالي 3 ايام انا لو شفت فيه مرشدين سياحيين، لانه الحقيقه ده اللي يمكن انه يؤثر على البلد اقتصاديا وامنيا، لو شفت فيه مرشد سياحي بيستخدم واحد. موقعه واقترابه من السائح، واحيانا يعني في تعبير يقال انه السائح وكانه وديعه في يد المرشد السياحي، وربما لا يعرف البلد الا من خلال المرشد السياحي، فلما يتقال له جيش بيقتل وانقلاب دموي ورفعوا اشاره رابعه ده في منتهى الخطوره. يعني الثلاث حالات يا استاذ وائل تم بالفعل التعامل معهم باحترافيه عاليه جدا من وزاره السياحه ونقابه المرشدين السياحيين في المرحله السابقه، وتم تحويلهم للتحقيق طبقا للوائح المتاحه والقوانين المتاحه. ما هو القوانين، ما هو خدوا غرامه 50 جنيه، تخيل واحد بيضيع وطن بيضيع سياحه. لو كان القرار بيد حسن النحله او مجلس النقابه لسحبت منه العضويه فورا. كلامي واضح ومحدد بين قوسين، لو كان القرار بيد حسن النحله او مجلسه النقابي لسحبت العضويه فورا ممن يفعل هذه الافعال. لا، هي اللوائح النقابيه مش بتصنعها الجمعيات العموميه؟ طب ما تدعو لجمعيه عموميه وعدل. احنا هنعمله لم تكتمل الجمعيه العموميه يا فندم، لم تكتمل الجمعيه العموميه في عصر اسمه احمد غريب ولا في عصر الممتاز على مدار 9 سنوات ماضيه، ولم يكن لدي لائحه داخليه حتى اللحظه. انا مكبل اليدين، ليس لدي لائحه ان اتعامل مع اي قضيه داخليه او قضيه امنيه او اي قضيه من اي نوع مع المرشد، ولا في نفس الوقت قادر اخدم المرشد واجيب له ملفاته الشائكه اللي بتتعبه ايضا. المرشدين في حاله اعياء وانهاك شديد جدا منذ 5 سنوات، عندهم امراض اصبحت امراض نفسيه وامراض مستعصيه وامراض سرطانيه، والدوله انا اسف ليس هناك ادنى اهتمام، ليس هناك لوائح، ليس هناك قوانين، وانا اعاني معاناه شديده ومجلسي الحالي المنتخب منذ 25 يوم. طيب في تعليق من الاستاذ محمد غريب، اتفضل. اولا الماده 84 تدي لمجلس النقابه الحق مش وزاره السياحه. هاتوا لنا يا جماعه بقيه الفيديو من حق الاستاذ خالد. الله يخليك، اتفضل. اولا الماده 84 من قانون المرشدين السياحيين بيدي لمجلس النقابه الحق وليس وزاره السياحه. نص الماده 84 بتقول ايه؟ مع عدم الاخلال بالمسؤوليه الجنائيه او المدنيه للمرشد السياحي يؤاخذ تاديبيا كل مرشد سياحي خرج عن اداب المهنه او مقتضى الواجب في اداء مهنته او الحق ضررا بالنقابه والمرشدين سواء ماديا او معنويا. خلاص انا مجلس تاديب كده خلاص بقى. انا سالت سؤال قبل الانتخابات مع الاستاذ حسن وخلاص خلصت الانتخابات والاستاذ حسن هنيته ومتشكرين، لكن سؤلت هتعمل ايه مع المرشدين الاخوان؟ السؤال كان قبل انتخاب 48 ساعه. قلت تطهير الجداول وتنقيه الجداول، انا كنقابه ماليش دعوه بالوزاره، ماليش دعوه بشمس عزوه وتوجهات، ماليش دعوه باي حاجه حصلت قبل كده، انا كنقابه نقابتي. انت عندك في الصحفيين معلش لو كتبت ضد الدوله وضد الحكومه والجيش قاتل والجيش هتجيبك النقابه هتجيبك لو كتبت مقاله، انا عندي برضه في اداء المهنه بتاعته. طبعا يعني هنا في فارق ما بين حريه الراي وفي فارق بين التحريض على القتل والانحياز لجماعات ارهابيه قتل واقتصاد الامن الدولي بتاع الامن القومي بتاع البلد، ان انا بجيبه وبعد كده بحقق معاه مجلس تاديب بشطبه. النقيب السابق قبل كده معلش مع كل احترام والتقدير راح جايب 2 وشطبهم ليه؟ لمجرد ان هم كتبوا عليه في الفيسبوك ان انت نقيب طرطور، راح جاب لي 2 دول وشطبهم على طول طبقا للماده. طيب اللي بيشتم الدوله وبيشتم البلد كرامته اهم من كرامته؟ لا. انا سئلت السؤال ده هتعمل مع المرشدين الاخوان؟ قلت هنقي الجداول بعد كده هجيب المرشدين السياحيين اللي حضرتك شايف دليل عليهم بقطع، الدليل اللي عندنا ادله بيهم اللي موجود صوت وصوره بيهم.
مش بقى ان انا هقول ده بتهم ولا ده بادله يتم شطب النقابه. لكن في نقطه استاذ وائل، في ترخيص من وزاره السياحه. واحده الترخيص هو بيعمل بيه حتى لو مش عضو نقابه. ترخيص بياخده من وزاره السياحه ويستطيع ان يعمل كمرشد حتى لو معوش كارنيه نقابه. انا لما بشطب واحد تاديبي بعد كده بخطر وزاره السياحه، تم شطبه، قانون بيدي الحق. ليه؟ عارف ليه يا استاذ وائل؟ لان عندي لجنه القدوة والقبول مش موجوده في لجنه القدوة. طيب استاذ حسن، انا عندي حتى يعني لما احد المرشدين السياحيين يصف النائب العام الشهيد بانه النائب العام المكحوم ويشتم بنته وبلفظ يعني، طب ده تم في عهدكم لانه ده خلال اسبوعين وده موجود على صفحته ومرشد سياحي، طب ده هيعمل ايه مع السياح يا جماعه؟ هيقول لهم ايه؟ اتخذنا الاجراء اللازمه معه فورا بمجرد اعلامنا بمثل هذه الصفحه، وسئل شفهيا اولا هذه الصفحه صفحتك؟ قال لي عندك حضرتك مباحث الانترنت الصفحه مش صفحتي، ورغم ذلك تم تحويله للتحقيق في النقابه الفرعيه في الاقصر، وتم انتداب نقيب الاقصر الاستاذ طيب عبد الله للتحقيق معه في وجود المستشار القانوني، وجري الاجراءات في كل هذه الحالات، وليس من حق انسان داخل الجمعيه العموميه ان يطلع على كل مجريات الامور داخل النقابه في التحقيق مع الزملاء، حتى لا يؤخذ الامر على عواهنه ونبدا نقول ان كل واحد يتبلع على الثاني، اي واحد مش عاجبه واحد يقول اخوه. لا، ما انا عشان كده انا بجيب لك الحاجات اللي فيها ادله. لما حصل بالزبط حاجه فيها لبس، انا بنفسي بعتذر للاستاذ خالد سعيد عن هذا الفيديو المكتزأ، وبقول انه حتى الذي صنعه لو هو مهموم بقضية الاخوانة في اوساط المرشدين السياحيين اللي هي بتهدد السياحة، فهو بيخسر القضية. هو ليس من اكتزأ هذا الفيديو وليس مهموم على الاطلاق بقضية الدولة ولا قضية السياحة ولا كده. هاتلي الجزء الاخير اللي هو الاستاذ خالد كيف اخفق بالانتخابات وكيف يهجم وكيف يفشل هذا. مش هينفع تعرض خمس دقايق الجزء الاخير اللي الاستاذ خالد فيه باين انه بيستهزئ. هاتلي الجزء الاخير اللي باين فيه انه بيسخر. صوتي وصل لك يا زوال؟ نعم صوتي وصل لحضرتك في الاستوديو. اتفضل. يعني كم كنت اتمنى ان اكون مع سيادتك في الحلقه دي مباشره لمناقشه مثل هذه القضايا الشائكه في حياه الامه، في حياه مصر، وفي حياه كمان السياحه على وجه الخصوص، واطرح الام وامال المشير السياحيين بعد طحنهم اكثر من 5 سنوات دون اي التفات من الدوله. كنت اتمنى ان اكون في حلقه مستفيضه للتحدث في كل هذه الملفات. لا ان شاء الله نعمل ده الحقيقه. يعني احنا يا استاذ حسن احنا بنناقش هذه القضيه وكلنا في خندق واحد، ليس هدفي التصيد لكم. يعني بشكرك جدا يا مستر، كلنا في خندق واحد وفي مركب واحد، ولابد ان يكون كلنا ايد واحده عشان البلد تعدي وتمر. يعني انا شايف مجلسنا النهارده زي سياده رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي مشكورا سياده المشير، خد الدوله خاربه بعد الاخوان، فهو يحارب فساد موجود في الدوله وفي عصب الدوله. سيادتك ادرى الناس بهذا الكلام، ويحارب ايضا فلول يهجمون على الدوله ويعطلون مسيره الانتاج. نحن بالمثل داخل نقابه خاربه، نحاول ان نبنيها، نحاول ان نمد يد التعاون للجميع، وكل هذه الملفات على المكتب الان في نقاشات. هل تعلم ان مجلس النقابه في رمضان لسه ما حدش في رمضان؟ احنا مجتمعين في النقابه ليلا ونهارا نتحدث نتحاور نتناقش كيف نلم كل هذه الملفات. عندنا كمان مستر وائل الملفات بصراحه محزنه لكثير من الزملاء، امراض سرطانيه واطراف مفقوده وحالات اجتماعيه وناس داخله السجون، وعندنا قانون معيب بالفعل ارهق المرشدين السياحيين. القانون لا يسمح ولا يسمح ولا يسمح ولا يسمح للمرشد. طيب بتوجه لك بالشكر، وان شاء الله هنبقى نناقش ده معاك في حلقه قادمه. اي قضيه منتهيه تماما ان شاء الله. هطلع بس فاصل قصير ونكون جهزنا الفيديو ده. والحقيقه احنا يعني في يعني بعض الدلائل الواضحة اللي احنا عرضناها بالصوت والصورة لبعض المرشدين السياحيين اللي بيتعاملوا مع سياح أجانب، والحقيقة يعني هيوصلوا لهم هذا المفهوم اللي احنا سمعناه، وبالتالي اللي هيجي سياح، وده يتعلق بالأمن القومي ويتعلق باقتصاد البلد. بعد الفاصل هنكمل معاكم. مشاهدينا نحييكم من جديد. هناخد تعليقات من مشاهدينا في نهاية الحلقة. هل وجود بعض المرشدين السياحيين الذين ينتمون بوضوح لجماعة الإخوان، واللي هنعرض لكم تاني ملخص لبعض ما قالوه، لكن عشان الفيديو الخاص بالأستاذ خالد سعيد نشوف نعرضه بالكامل ونعلق عليه. تمام. زي ما احنا شفنا في ناس لسه موجودة، يعني ناس ما اختفتش. وبعدين شوف بيقول لي، انا سالتهم سؤال يعني بقول لهم انتوا ليه اخترتوا مصر؟ عشان اشوف
طبعا زي ما اخواننا البعض عارفين دول جايين يشوفوا الفساد حتى من مناظرهم. الراجل سكران ومتداول على عينه والبنت زي ما انتم شايفين. وبعدين جايه تقول لي ايه ده؟ انا والله جيت مصر عشان من زمان كنت عايزه اتعرف على الحراره بتاعتها، الحضاره المصريه القديمه. من زمان كان نفسي اشوف مصر. وهو بيقول برضه زار اماكن كده اكيد نشر فيها الفساد وكان بهيله زيارة مصر. والمصيبة بيقول لك ايه، حاجة غريبة جدا، ان احنا والله برضو بنمشي تمام. طبعا كده مين يصدق الكلام ده؟ بيقول لك احنا بنمشي مبسوطين والله رغم الظروف دي. انا سألته في رغم الظروف دي عشان اطلع اللي عنده برضو، مش عارف كفرة في مكان منحف كويس ما قاش بقى خرابة عشان يتبسط الذي يعرف نفسه جيدا يعني. فعشان كده انا هختم بحاجه عن الموضوع ده لانها مهمه، مش بصفتي كشاعر بس او كمرشد سياحي. عين عليهم مرشدين بقالهم سنتين طبعا معاناه رهيبه يعني حاجه زي ما انتم شايفين، لكن طبعا مبسوطين عشان بيحموا البلد من الخونه والاوغاد دول. عايز اقول السياحه مش شرط وكاس. السياحة أبدا يا جماعة لا هي شورت وكاس ولا حتى بط ولا بيكيني ولا زي حواس ولا سكير عربي عربد زي البلاص ومعاها عجوز طالب عرفي عاجز بصباص. ده هي رزق وخير لينا ولكل الناس، عمال وشركة مع مرشد مش دول وخلاص، جزار وتاكسي وفكهاني ومطعم مع باص، وشباب بيسعى على لقمة بجد وإخلاص بدل ما يقعد يستلمه وسواسخ الناس، وعملة صعبة لبلدنا سهلة وتنباس، والكلمة حلوة اللي نقولها بحب وإحساس عن أم الدنيا موزونة بميزان حساس، ينقلها سايح لبلاده وبكل حماس، يعمل دعاية بدون رهبة ولا استحراس، وفي بحر تاريخها مرشدها هو الغواص. يا ريت بقى تفهم وتركز يا دماغ ترباس، ده اي مهنة فيها الصالح وفيها الهلاس، ربك خلقنا وكرمنا فبلاش ننداس، وقلنا خير بعد ما غاروا كل الانجاز وسابوا فقر في ربعها وبنجوا اقراص. طفي الحلولك سمعنا يا عم الهجاص، عاوز تنظف احنا معاك ويكون لينا راس، بس بلاش قطع الرقبة وتمسك لينا فاس. وفي الختام سلام. تفضل الرد. طيب يبقى ده ما يتعلق بالاستاذ خالد. هاخد بقى تعليقات المشاهدين في تعليقات اخيرا. عندي عايز اعيد تاني بسرعه يا جماعه انه النماذج اللي شفناها لبعض المرشدين السياحيين وهي نماذج في منتهى الخطوره. يعني نشوف اولا كلام احد المرشدين السياحيين، نعيد تاني كلام مازن نشوفه في البدايه وبعدها نشوف الكلام التاني. Sie haben gegen Mubarak gekämpft vor zweieinhalb Jahren. Jetzt kommt Mubarak quasi frei und die Muslimbrüder sitzen in Haft? Genau, das ist das Paradox von dem Ganzen, was heute, genau heute passiert. Wir haben einen Präsidenten, den wir gewählt haben und der ist jetzt entführt. Es gibt keine andere Definition. Was ist das Problem von dem Mursi? Er ist entführt worden von dem Militär. Und der eine Präsident, gegen den wir gekämpft haben, der ist heute frei. Wo bleibt unsere Verfassung? Wo über 30 Millionen Ägypter hingegangen sind zu den Wahllokalen und dafür gestimmt haben? Wo bleibt unser Parlament? Wo bleibt unser Parlament mit seinen zwei Kammern? Wo bleibt alles? Wo bleibt alles von der Revolution? Das alte Regime kehrt zurück. Und das alte Regime weiß, dass es nicht so einfach gehen dürfte und könnte. Und deswegen braucht das alte Regime eine Deckung. Eine Deckung von wem? Eine Deckung von den Pseudo-Revolutionären, die sie entweder gekauft haben oder irgendeinen Deal mit denen Tamarot gemacht haben. Mhm. Ja, wer sind Tamarot? Tamarot, wir haben die gar nicht kennengelernt. ونشوف كلام محمد عطا أحد المرشدين السياحيين يتحدث بوضوح أمام مقر البرلمان الأوروبي في بلجيكا بشكل واضح يعني عن الجيش اللي بيقتل وعن الانقلاب الدموي. زي ما حضراتكم شايفين احنا هنا النهارده مش احنا بس، احنا مش مصريين بس، ده كلهم من كل البلاد اللي مش قادره تستحمل وتتحمل
اللي ناس تموت كتير في مصر، 3000 واحد يموت في مصر في يومين. ليه؟ بأي ذنب قتل؟ ستسأل هذه الروح ربها بأي ذنب قتل هذه الروح؟ مجرد ان هو خارج في الشارع يعبر عن رأيه يتقتل؟ ومن مين؟ من الجيش اللي هو بيحمينا على الحدود، المفروض يحمينا على الحدود. الجيش اللي ممكن اللي لازم يوجه رصاصته للأعداء بره عشان يحمي بلده، يوجهها لأولاد بلده. احنا كده عشان كده احنا جايين هنا النهارده، في النهارده في بلجيكا في بروكسل وعاصمه الاتحاد الاوروبي بروكسل، بنعمل زي ما انتم شايفين مظاهرات على الاقل نعبر عن راينا، لان كلنا عندنا دم وكلنا بنحس. ازاي 3000 واحد يموتوا في يومين بينما في سوريا في شهر؟ كمان ان احنا بنوصل الى انه هنلاقي في مرشد سياحي بيدفع سياحا الى رفع اشارة رابعة اللي احنا شايفينها، يعني السائح اللي بيتكلم معاه وممكن هيشوف مصر من خلال لسان المرشد السياحي، وهيتعامل معاه على انه هو الصوت اللي بيحدثه عن مصر. كمان التعليق اللي احنا شفناه على استشهاد النائب العام من احد المرشدين السياحيين اللي تهكم فيه على ابنة النائب العام المستشارة الفاضلة اللي اثرت في الجميع بدموعها وبكلماتها، لا هو مش عاجبه ده، فيعني حتى استخدم لفظا سيئا وقال النائب العام المكحوم، وقال بنت البطل على ايه يعني، هو نيلسون مانديلا ولا مارتن لوثر كينج؟ لا يعني انت بتتعاملي مع مرشدين كتير يعني مع المباحث، يعني ده تعبير طبعا او الاساءات الكثيرة، ده معناه كمان لما يبقى عندي مرشد سياحي هقول لا خطر انه يتعامل مع السياح، خطر على الامن القومي وعلى اقتصاد البلد، وعلى كمان السائح ده هيجي تاني ازاي وهيجي تاني ليه لما يلاقي هذه المفاهيم تصدر له. في طبعا تعليقات تانية نشوفها تباعا كده على الشاشة، ورفع إشارات رابعة من بعض المرشدين السياحيين، المرشد السياحي تحديدا يعني ضيوفي حتى يتفقون على أنها قضية أمن قومي. لكن كيف نواجه ده؟ هو ده اللي يهمني. أخد تعليقات من ضيوفي من المشاهدين في الاستوديو، المشاهدين قبل ما أخد تعليقات من ضيوفي في الاستوديو. محمد من الجيزة، أستاذ محمد اتفضل. استاذ محمد، استاذ محمد وطي التلفزيون، بس وطي التلفزيون مش هسمع، مش هتسمعني كويس. استاذ محمد او استاذ اشرف سامعني؟ ايوه فضل. مساء لا استاذ محمد اتفضل، اتفضل نوطي التلفزيون بس اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير اتفضل. انا اسف يا استاذ وائل، انا هتدخل في موضوع غير الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه. اتفضل. بس موضوع ان هو ايه يعني، ده موضوع يمس 6 مليون واحد في جمهوريه مصر العربيه، مش واحد فقط. دلوقتي حضرتك مشكله المرتبات بتاعه شهر 1/7، المشكله ان الناس دي كل الناس دي بتستنى يوم 1/7 علشان خاطر ان هي تزيد 100 أو 200 جنيه. القانون الجديد اللي نزل حضرتك واللي ما تلاقيش وما فيش واحد اتاخد فيه حق الموظفين، اتاخد او رأي الموظفين واتاخد رأي النقابات، ومع الاسف النقابات وفي استاذ وقاعد قدام سعادتك تمام من النقابات لا يمثلون جمهور المقيدين في النقابات ولا يمثلوا جمهور الموظفين. المشكلة مرتبات 1/7 السنة دي لن تزيد، بل ستقل. قلت هل مشكلة ان احنا دلوقتي في خلال الاسعار ان احنا موجودين فيه، هل ممكن يحصل كده؟ يا ريت حضرتك توصل صوتنا لسيادة الرئيس ان يبص الموضوع ان هو القانون الجديد دوة بالذات اللائحة المالية بتاعته. طيب بتوجه لك بالشكر، الف شكر. هاخد تعليقات اخيره، اخد تعليقات اخيره من ضيوفي. استاذ خالد، كيف يمكن ان نواجه يعني قضيتنا اذا في اخوانا في اوساط المرشدين السياحيين، وده زي ما اتفقنا خطر على الامن القومي،
لانه ده هتخلي اللي هيصدر للسائح انه الاوضاع في مصر دمويه وهمجيه، هيجي السائح ازاي وهيجي ليه؟ ما الذي يمكن ان نفعله؟ الذي يمكن ان افعله، بس قبل الاجابه ارجو حضرتك كلمه حق عن الفيديو لانها يمكن ما طلعتش للمشاهدين، وانا بطلبها منك كوائل الابراشي الاعلامي المحترف الذي راى فيديو كهذا، كلمه من حضرتك قبل ما اجاوب عن الفيديو اللي ما انا قلت انه هذا الفيديو يا جماعه تم اجتزاؤه، وهذا الفيديو هو يتحدث فيه بشكل ساخر ويتهكم على ادعاءات الاخوان، وختمها بقصيده وضحت يعني انك، لكن تم اجتزاء كلامك للادعاء بانك بتقول على ديننا على التماثيل انها اصنام وعلى الحضاره انها عرض كاملا ولم يفهمه البعض او وجهوه بطريقه اخرى. بس انا هكتفي بهذا القدر واكتفي بشهاده حضرتك ان انا لست متهما، بس انا مش موقف دفاع برضه، بس انا باخد شهاده من حضرتك واحنا في البرنامج ده وده حقي. لا صح؟ وانا اعطيك هذه الشهاده ومن حقك. متشكرين جدا. اما عن الموضوع الذي نحن بصدده، انا لن اقول كلام شعارات او كلام في الهواء، انا متفق مع حضرتك زي مع كل واحد مصري وطني، وهلخصها في كلمتين، ليس فقط كنقابي ومجموعه بتعمل بفكر جماعي، اي مرشد يثبت انه يقوم بتوجيه السائح سياسيا او دينيا بطريقه غير مشروعه او تعريه هذا البلد حتى لو كان مختلف معاه سياحيا، لان الجست او السائح هو عابر سبيل، لم ياتي لكي ينشغل بقضايانا، ياتي لكي ياخذ صوره بجانب الاثر ويستمتع باجواء مصر وبتاريخها، فاي مرشد يتجه الى هذا الاتجاه اذا هو لا يريد لا صالح نفسه ولا صالح البلد، وأنا مع شطبه نهائيا إن ثبت هذا وقيم الدليل عليه، ليس فقط الشطب بل تصل إلى العقوبة الجنائية، ونحن متفقون على هذا. أستاذ محمد، في تعليقك على نفس القضية، ما الذي يمكن أن نفعله مع وجود مرشدين سياحيين ينتمون لجماعة الإخوان وينفذون أهدافها مع مين؟ مع السياح. لا، أولا لابد من تنقية الجداول، ولابد من تطهير النقابة بالمادة 84. أنا عندي مادتين، راح هشام زعزوع على المادة 16، المادة 16 دي بتقول لك لا يجوز المجادلة في الشؤون السياسية أو الدينية، لكن المادة 84 تؤخذ تأديبيا لكل مرشد سياحي. المرشد السياحي أستاذ وائل هو الذي يحمل رسالة الدولة وتوصيلها للعالم الخارجي من خلال السائحين. مرشد سياحي بيقسم، وعملت لهم قسم، بالحفاظ على كرامة مصر وأمن مصر القومي. لا يجوز له أي لا يجوز للمرشد السياحي إن هو يخالف توجهات الحكومة، توجهات زي المرشد السياحي زي السفير، اللي بالنظرة تعرف مهنته المرشد كالسفير، والسفير اللي يخالف توجهات الدولة. بس عندي اعتراض كلمة تطهير النقابة، تطهير المهنة هي عام، أنا مش عايز أحط النقابة كاسم تارجت تطهير المهنة، أنا بس لا، لأنها تمسنا جميعا يعني، النقابة هي الممثلة المرشدين. في الانتخابات الأخيرة قلت يا جماعة تسلل الإخوان، وأنا الإخوان ما هم موجودين من عهد حضرتك برضه، لا أنا ما بس لم يظهروا على أساس المرشدين السياحيين الإخوان وادخلوا وفضلك موجودين من عهد، موجودين من عهد حضرتك بس كانوا موجودين، لا 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 ما هم هي نفس الأشخاص، إزاي يعني يولدوا من جديد استاذ خالد بعد هم ظهروا فقط زي ما ظهر كل الناس على السطح. بقول وجود الاخوان في جميع مؤسسات الدوله تفرق، موجودين تفرق بيا مؤسسه، انا بقول كمثال ويطهروا من جميع الاوجه. ليه؟ لان اي مؤسسه في الدوله بيكلم نفسه سواء نقابه المحامين او ما عدا نقابه المحامين، انا بقول تطهير عام كمان، انا بقول موجود ان احنا نسيبهم، بقول لك انا بديني التصرف بتاع حصل، لا القانون ويعاقب، انا بقول يشطب يا استاذ يعني محمد، مش وزاره السياحه بس القانون، لا ده مديك انت القانون انت تفصله، انما ثلاثه ما نفصله، احنا قلنا شطب يا استاذ، لا اتحركنا وجينا بعد كده ومنعت واحبطنا محاوله الاخوان السيطره على النقابه 2009، ويشهد عليا الاستاذ حمدي رزق لما كان موجود في ما كنا مع بعض في ندوه موجودين في مجله ما حضرتك ايدت النقيب السابق واطلقت عليهم اخوان بعد كده. بعد كده حضرتك ايدت النقيب السابق واطلقت عليه بعد ما تولى انه اخوان وقلت انه مجلس اخوان، فاين الحقيقه اذا؟ واطلقتم على نفس المجلس الحالي اخوان كذبا، فماذا هنا؟ ماذا هناك؟ ما بوصلها الحاجه الرابعه يا بيه، النقابه دلوقتي مطلوب منها تتعاون مع جهاز الدوله مع تاخذ اجراء ما 48 ساعه احمد فنجان، وقمنا بهذه الاجراءات عايز اعملها شخصيا، تمت الاجراءات، ليس هناك اي شخصنه الا من جانبك يا استاذ محمد، معايا تليفون برضو مع شفيق يا استاذ محمد، الشخصنه من جانبك انا اراها هكذا بصراحه. الاستاذ حسن نحله بيقول ايه؟ بيقول لك ده احنا طلبنا من النقابه الفرعيه تحقق مع احمد فنجان، لا يا بيه اللي اكبر من احمد فنجان ورا احمد فنجان اكتر بكتير جدا، هو الشمت يا فندم في حدود قوانين ولوائح النقابه، ما حدش 90% المرشدين سيئين ومجلس النقابه ما ياخدش باله منها، ان النقابه الفرعيه سال حق
ان هي تحقق ولا تدي مرشد جزاء تاديبي النقابه العامه. يا فندم مين اللي قال لك نقابه فرعيه؟ كله في النقابه العامه يا استاذ، هذا كذب ما تقوله كذب يا استاذ محمد. يا استاذ محمد النقابه العامه المنوطه بالتحقيق. لا احمد فنجان لا يا استاذ محمد ان هو يحقق مع احمد معلومات مغلوطه. هي المفروض هي النقابه العامه، ما هي في النقابه العامه يا استاذ وتفصله. ما هي في النقابه العامه يا استاذ زي ما فصل قبل كده معتز السيد النقيب السابق. لا الاخوان دخلوا في عهد معتز، ما انت ايدته، يبقى انت ايدت الاخوان. كلمتي بحاجه ارجوك يا بيه، انا عايز انهي وهو التهم زورا. الله اعلم النقابه من المرشدين السياحيين الاخوان لا يقل اهميه عن تطهير اي مؤسسه سياديه في الدوله خاصه. طبعا هي النقابه احنا بنتكلم عن المرشدين اخوان دلوقتي كمان فيها. بنتكلم عن المرشدين السياحيين بصوت وصوره ينفذون اجنده. لكن هي النقابه خلي بالك ده عندي النقابه فيها اخوان يا استاذ محمد سين جيم بقى هنا. النقابه فيها اخوان المجلس المجلس فيه اخوان المجلس لا لا المجلس فيه اخوان المجلس فيه اخوان. ما اقدرش احكم على ما تقول لي لا لا انا ما قلتش المجلس فيه اخوان. المرشدين اللي بالدليل القاطع اللي موجود قدامنا. طيب المرشدين دول تاني يوم الصبح على طول اجيبهم اعملهم مجلس. هل المجلس فيه اخوان؟ كلمتي بحاجه قويه جدا وانا رئيس لاتحاد المرشدين السياحي العرب. ولو كنت نقيب للمرشدين السياحي بص اتحاد المرشدين العرب لا يمثل المرشدين السياحيين. مرشد ديان الوزير الدفاع الابدي والازلي. الجمله خطيره جدا بالنسبه للمرشدين السياحيين. في احد المواقع السياحيه والعسكريه زي عندنا كده اسوان لقي مرشد فرنساوي بيتحدث اللغه الفرنسيه مع فلسطيني بيتحدث مع السياح الفلسطينيين. فقال لهم روحوا اسالوا المرشد السياحي ده هل هو فلسطيني ام اسرائيلي؟ راحوا سالوا ورجعوا له تاني. ده سير الربضي نقيب المرشدين السياحيين في فلسطين عندنا. قالوا لا ده مرشد فلسطيني اسرائيلي ومن ام واب اسرائيلي ومش يعني من يهود اسرائيل ولا من عرب فلسطين لا. واب وجنسيه ويهودي. شكر الرب وقال جملة خطيرة جدا. قال أهون علي أن أجد ضابطا فلسطينيا يعمل في سلاح الجو الإسرائيلي على أن أجد مرشدا سياحيا يعمل في مجال الإرشاد السياحي الإسرائيلي. شفت المرشد السياحي لأنه يا بيه ده كل عن إنه خطورة المرشد السياحي. طيب ما انا عشان كده يا جماعه مش عايز اشوف صوره رابعة. انا عندي جزئيه بسيطه يا استاذ وائل. اشوف مرشد سياحي سياحه. النقابه تتعامل مع كل نفسها وتهيئ من نفسها لان عندي مجال وهي تعمل على ذلك من اليوم الاول. وهي تعمل على ذلك القانون. انا مش عايز تشريعات كتير مش عايز تشريعات ثانيه. طيب انا عرضنا بالصوت والصوره استاذ وائل. نقطه خطيره للبرنامج استاذ وائل. طب يا جماعه عشان بس ثانيه واحده هنا مهمه جدا. ثانيه واحده بيه النقيب السابق مش قال ان انا بعته مع محمد عطا وهجيب محمد عطا. انت ليك تصريح مع صحفيه اسمها حنان محمد في البوابه بتقول ايه؟ ان ثلاث ائتلافات اخوانيه رسميه تعمل بالنقابه وتتمركز بالهرم والاقصر. واكد غريب انه لا يستبعد قيام تلك الائتلافات بالتحالف ضد انتخابات النقابه الاخيره. لماذا لم تتقدم بنفسك بادله لتظهر لنا هذه الائتلافات اللي موجوده؟ ايوه لماذا لم تتقدم انت لهم؟ انت قلت الهرم والاقصر. يعني انت ضربت الاقصر والهرم اتهام هنا. لماذا لم تتقدم للنقابه؟ لماذا لم تتقدم؟ بهدوء يا استاذ محمد. استاذ محمد استاذ محمد انت تقول في ثلاث ائتلافات عملت ضدك. محمد خلينا محددين يا استاذ محمد. خلينا حضرنا يا استاذ وائل. انت دلوقتي قلت في ثلاث ائتلافات في الاقصر والهرم وهم ناس فضلاء. لماذا لم تتقدم نحوهم؟ خلينا نسمعهم. اذا الاتهام مرسل خلاص ارد. لا ارد. فين الاتهامات وفين الشكوى؟ بص حضرتك دلوقتي اللي موجود على المواقع اليوتيوب دلوقتي ومواقع الفيسبوك دلوقتي ثوره مرشدي مصر الثقافيه. انا جاوبنا على السؤال. يا استاذ محمد. ادي السؤال. ما انا بجاوبه. طيب ده تمركزهم معظمهم موجود بعض المرشدين السياحيين في الاقصر ومنهم احمد فنجان. انا مش عايز احمد فنجان اللي ورا احمد فنجان اكبر. ما انت تقولها مرسله هنا هي اذيت الناس بتوع الاقصر والهرم. ايه انا بتكلم انت اذيت الاقصر والهرم. قدم لي بلاغ. مش انت عايز تطهر تقتيل المستشار؟ قدم لي بلاغ يا استاذ محمد. انت قلت ثلاث ائتلافات. من هم الثلاث ائتلافات الاخوان؟ الناس ديت في انت ذكرت بمنتهى انت ذكرت ان هم ثلاث ائتلافات. طب لماذا لم يتقدم يا استاذ وائل؟ انت بتقول لازم ناخد اجراء. لماذا لم تتقدم بدلائل؟ انا بقول
حضرتك على اين الادله وطلع. الناس دي انا لو كنت في نقابه المشرفين السياحيين ما تجيب لنا يا استاذ يا استاذ محمد واللي عنده ادله قاطعه 84 طيب هو الحق محمد المرشد السياحي لماذا لم تتقدم بشكوى في النقابه ضد دول ده 3000 يعني فيش وسالتك وقلت لك لماذا لم تتقدم انت لم تتقدم انت متخاذل الاخوان المسلمين فين الاخوان اللي هنا مشين الاخوان دولك انا لو كنت نقيب في السلطه دلوقتي انا بقول لك هو ساعدنا انت بتقول ساعدنا مش زي ايامين انا ايامين انا ارى كلامك مرسل ولم تفعل شيئا ولم تفعل شيئا انا بقول لك انت قلت 3000 كلامي محدد توجه الى الحكومه بالشكر عشان بدون الحوار استعذر حضرتك 26 بعد بكره انا عامل دوره ليهم في الاقصر لكل مرشد الاقصر بتوجه ليك بالشكر يا استاذ محمد شاكرين السياح يا بيه مش ان شاء الله نكون معاكم في حلقه جديده من المؤسف طبعا انه يبقى في مرشدين سياحيين في مصر ينفذون اهداف ومخططات جماعه الاخوان ويقول للسائح كده انه اللي في مصر ده جيش بيقتل الناس ويقول للسائح ارفعوا اشارات رابعه اللي احنا شفناه بالصوت والصوره ويعلقوا على مواقعهم على مواقع التواصل الاجتماعي في بعد استشهاد النائب العام بالتعليقات المؤسفه اللي شفناها على الشاشه منذ قليل لابد من اتخاذ اجراءات المرشد السياحي تحديدا قضيه امن قومي وقضيه اقتصاد وقضيه سياح سياحه يعني من خلال السياح ربما هو العين اللي بيرى بها السياح مصر غدا هنكون معاكم ان شاء الله في حلقه جديده